الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة زي ما حضراتكم عارفين هنتكلم عن مباريات الدوري العام وماذا حدث في مباريات الدوري العام، ولكن دائما سنتكلم عن النادي الأهلي وماذا فعل النادي الأهلي النهاردة. زي ما حضراتكم عارفين وعرفتم مننا امبارح، النادي الأهلي النهاردة كان في الجزائر. امبارح طبعا كان في بلد اخرى غير محافظة داخل الجزائر، ودلوقتي انتقل الى الجزائر العاصمة. بعد كده ان شاء الله بكرة ان شاء الله بالسلامة توصل بعثة الفريق عشان بتستعد بقى لمباراة نادي مصر المقصة اللي هتبدأ يوم او هتبقى يوم الخميس القادم ان شاء الله، في مباراة هامة جدا للنادي الاهلي في الدوري العام المصري. طيب هنتكلم عن النهاردة أهمية مباراة أمس أو أول امبارح. حقيقة امبارح المباراة ناس كثيرة جدا اتكلمت عن أن المباراة لم يكن الأداء جيد خصوصا في الشوط الأول، وأن التشكيل كذا، زي ما حضراتكم أو زي ما شفنا آراء حضراتكم امبارح والنهاردة. الحقيقة ناس كثيرة جدا بتكلمني في إطار هذا الموضوع، ولكن من أهم مكاسب هذه المباراة أن النادي الأهلي استطاع أن هو في لعيبة رجعت لينا زي الأول، بقى عندنا لعيبة كرة نقدر نتكلم، بقى عندنا زي ما كنا بنتكلم امبارح في الاستوديو، بقى عندنا حاجه اسمها عمق هجومي من وقت ما نزل اجاييه، بقى عندنا حاجه اسمها عمق الهجومي. العمق الهجومي ده اهم حاجه في الملعب، طبعا كل المراكز مهمه جدا، ولكن العمق الهجومي من الاشياء الهامه جدا جدا في فريق كره القدم. امبارح عوده اجاييه على الرغم من هو ما لعبش غير نص ساعه اول بعد ست شهور، اول نص ساعه الحقيقه قدم اداء متميز، ويمكن لما كان معانا الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح وكلمنا عن هذا الموضوع قال من اهم مكاسب المباراه سيد عبد جونيور اجاييه، وايضا ياسر ابراهيم الحقيقه اللي برضه كاول مباراه لي شكله كويس، واقف كويس، عارف يباص الكره كويس، يعني ماشي بشكل جيد في اول مباراه لي. ايضا كريم ندفد الحقيقه امبارح اللي تعامل مع المباراه بشكل جيد طوال المباراه، الناس كلها شافت ان كريم اتظلم خلال الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا، ولكن اليومين دول الحقيقه الناس كلها بتثني على اداء كريم ندفد في المباريات السابقه خصوصا في مباراه امس، مش عشان احرز هدف ولكن طوال المباراه بيؤدي بشكل جيد. في بعض اللعيبه محتاجه لسه تطور من ادائها شويه او ترجع لادائها شويه، وده طبيعي يا جماعه، دايما بتلاقي لعيب الكوره بيطلع لفوق وبعدين بتجيله فتره كده من كتر الماتشات ومن كتر التركيز ومن كتر الضغط الاعلامي والضغط الجماهيري والضغط كذا وكذا، بتلاقي اللعيب نفسه مستواه بيقل شويه، مستواه بيقل شويه. عشان كده مش عايز حضراتكم تضغطوا على اللعيبه، اللعيبه دي خدت دوري وخدت كاس قبل كده وخدت بطوله افريقيه، ولسه قدامنا، لسه قدامنا الدوري فيه كتير، ولسه قدامنا كاس مصر لسه فيه كتير، ولسه البطوله الافريقيه في تاني مباراه. قدرنا نحصل على نقطه هامه جدا جدا، وبافتكروا كلامي ده ان النقطه دي احنا كاهلاويه على فكره برضو عشان الناس ما تقعدش تتكلم في الموضوع ده كتير، احنا كاهلاويه ما بنفرحش قوي بالنقطه وما بنفرحش قوي بالتعادل، ولكن احنا كاهلاويه دايما بنحب نفكر بالعقل شويه، لان احنا في ناس تانية دايما لما بتيجي تفكر بتفكر باشياء اخرى غير العقل، ولكن احنا كاهلاويه بنفكر بالعقل. اهم من اهم المكاسب دايما لما نيجي نبص للايجابيات في هذه المباراه، ايجابيات هذه المباراه، النقطه ايجابيه في هذه المباراه، لانه المباراه القادمه مهمه جدا، خصوصا بعد ما شفنا فيتا كلاب النهارده عامل مباراة جامدة جدا. اللي اتفرج على مباراة فيتا كلاب وسيمبا يعني انا اخر حاجة سايبها 5-0، ما اعرفش هقول لكم دلوقتي النتائج كام، لكن خلصت النتيجة 5-0 لصالح فيتا كلاب. عمل مباراة لان فيتا من الاندية الكبيرة جدا والمهارية جدا 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 فيتا كلاب الحقيقة، عشان كده بقول لكم ان النقطة دي مهمة جدا. المباراة الجاية الافريقية مهمة جدا 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 للنادي الاهلي، مباراة سيمبا التنزاني خصوصا بعد خسارة سيمبا بخماسية مقابل لا شيء. الاداء في النص ساعة الاخيرة مثلا نيجي نتكلم عنه هنلاقي لا، في كرة اتلعبت، في كرة اتلعبت على الارض، في ثرو باسز اتعمل، في اتنين تسلل احتسبوا ضد النادي الاهلي، اتنين تسلل احتسبوا ضد النادي الاهلي. لو عندنا نقدر نجيب الصوره دي عاطف لو سمحت، او يا سمير تجيبوا لنا الصوره بتاعه التسلل، صوره بس للتسلل اللي هي منتشره على الفيسبوك، لو تقدروا تجيبوها لنا يا ريت. الكره مش تسلل، حتى كره علي معلول دي
لاعب الباك ليفت بتاع شبيبة الثورة واقف على خط ال 18 وعلي قبل خط ال 18 بخطوتين وناصر بيعملها له اللي هي من تحت لفوق دي، ولو كان علي خدها كانت هتبقى ممكن ما كانتش تخش جون طبعا، ولكن انا بتكلم ان الحكم حسبها تسلل. والكره الثانيه بتاعت حسين الشحات ايضا واضحه جدا جدا ان هي مش تسلل. اذا الاهلي بيتعرض لظلم تحكيمي في هذه المباراه، كره واحده من دول كانت غيرت شكل المباراه وغيرت نتيجه المباراه. خدوا بال حضراتكم لو كره حسين الشحات دي دخلت كانت هتبقى فرق كبير جدا لصالح النادي الاهلي. نفس الكلام بالنسبه لعلي معلول، الكره بتاعته لو كانت كملت ودخلت كانت هتبقى برضو لصالح النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا جدا. لكن النادي الاهلي بيتعرض لظلم تحكيمي وده بنشوفه، عشان بس الناس اللي بتقعد تتكلم تقول لك كذا وكذا وكذا، لا النادي الاهلي بيتعرض اهو لظلم تحكيمي واضح وبين والناس كلها شايفاه. الناس كلها شايفه ان الكورتين امبارح مش تسلل، ما فهمش اي تسلل امبارح. احنا لا نتحجج بشيء، احنا ما بنقولش ان احنا وصلنا للتوب فورم بتاعنا او لاقصى فورمه لينا في النادي الاهلي، لا خالص، ولكن في حاجات برضو وانت وحش ممكن تكسب. على الرغم من النادي الاهلي بدايه من الدقيقه 60 تحديدا والنادي الاهلي مختلف تماما، 60 دقيقه الساعه الاولانيه دي حاجه والنص ساعه الاخيره دي حاجه تانية خالص. وحضراتكم يعني شفتوا اللي حصل امبارح في المباراه او الناس اللي اتفرجت على المباراه، الساعه الاولانيه النادي الاهلي عادي بيلعب بشكل جيد، واقف بيلعبوا بشكل جيد، واقفين بشكل جيد، ولكن هو بس الشق الهجومي كنا بعيدين جدا عن الشق الهجومي لان ما كانش فيه عمق هجومي زي ما نجومنا في الاستوديو امبارح شرحه لحضراتكم. لكن بشكل معقول نص ساعه الاخيره هو ده نادي الاهلي، الكره بتتلعب على الارض، تروح ناحيه اليمين محمد هاني بيرفع اوفر، كريم نزل بيخش يجيب جون، علي معلول بيقطع ثرو باس من ناصر ماهر كان ممكن يبقى جون، حسين الشحات بيقطع الكره بتتلعب لحسين الشحات عشان ياخدها ويروح بيها ممكن كان يجيب جون. لو الكره دي اتلعبت او لو الكره دي كملت كانت هتبقى فارق كبير جدا جدا لصالح النادي الاهلي. عشان كده بقول لحضراتكم مش عايزين احباط، مش عايزين دايما نبقى احنا كجمهور او كقناه او كاي حد يعمل احباط للفريق. الفريق محتاج مسانده خلال هذه الفتره. خدوا بال حضراتكم عدوا المصابين، كل مره بقى هنعد المصابين كل اسبوع واحنا قاعدين مع حضراتكم هنقعد نعد المصابين اللي عندنا قد ايه. عندنا مصابين كتيره جدا جدا امبارح كمان، وهنطمن بعد قليل ان شاء الله. حاولوا تجيبوا لي كريم برضو، كريم احمد مراسلنا من الجزائر، يقول لنا وضع وليد سليمان ايه دلوقتي. كان من المفترض ان هو هيروح يعمل أشعة النهاردة ولكن وصلوا متأخر وبالتالي تم تأجيلها لبكرة، بس نطمن أحسن من كريم أحمد. فاللي عايز أقوله لحضراتكم لسه بدري، الفريق قادم، النص ساعة اللي شفتوها حضراتكم الأخيرة هو ده النادي الأهلي، شخصية النادي الأهلي وضحت جدا 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 في النص ساعة الأخيرة. عشان كده بقول لكم خليكم واقفين ورا فريقكم، الفترة اللي جاية محتاجة الجماهير. أنت الفرقة جاية الحد هتلعب الخميس، وبعدين بعديها بثلاث اربع ايام هتلعب مباراه ثانيه، وبعد كده هتروح تلعب في افريقيا مره ثالثه، وهكذا. هي دي كره القدم او هي دي حياه لاعب كره القدم في النادي الاهلي. في النادي الاهلي كده، ان انت تلعب هنا شويه وتلعب هنا شويه، ودايما بتبقى محطوط تحت ضغط، ودايما مطالب ان انت تكسب وتكسب كل المباريات اللي انت بتلعبها. فعشان كده انا بقول لحضراتكم دايما نبص على النواحي الايجابيه. في نواحي سلبيه احنا اتكلمنا عنها امبارح كتير جدا جدا، وضيوف اللي كانوا معايا امبارح اتكلموا في الموضوع ده بشكل مفصل لحضراتكم، ولكن النواحي الايجابيه كتير. ارجاي كويس ان هو رجع بالسلامه، ياسر ابراهيم، كريم ندفد، اللعيبه اللي احنا بنتكلم عنهم دول المستوى ابتدى يرتفع، وفي بعض اللعيبه التانيه محتاجه ان انت تزود شويه، اللعيبه دي تزود شويه خلال الفتره، تزود تركيزها شويه، لان بيني وبينكم برضو السفر والمروح والمجاي ده بياخد من اللياقه البدنيه بشكل كبير جدا جدا جدا. فعشان كده انا بقول لحضراتكم انتظروا القادم، القادم افضل للنادي الاهلي، دائما ما يكون القادم افضل للنادي الاهلي. حسين الشحات هيخش بقى مع الفرقه والتجانس، وياسر ومحمود وحيد وان شاء الله صالح جمعه هيبقى موجود مع الفرقه. خدوا بالكم مثلا عندنا ماتش المقصه يوم الخميس القادم، هتلاقوا جيرالدو ان شاء الله يكون موجود ورجع من الاصابه، لان يعني اصابه خفيفه لما يبقى عندك شد في العضله الخلفيه تبقى اصابه خفيفه، وبتيجي يقول لك لا انتوا اتعادلتوا ولا مش عارف، لا ده طبيعي جدا على فكره اللي بيحصل ده. المهم ان الفريق يبقى جاهز في المباراه النهائيه ان شاء الله، ان شاء الله ان الفريق يبقى جاهز في المباراه النهائيه.
انا متخيل ان المجموعه دي بشكل كبير جدا النادي الاهلي يستطيع ان هو ينفرد بصداره هذه المجموعه في المباراه القادمه ويقدر يكمل بقى في صداره هذه المجموعه وبعد كده نشوف هنعمل ايه. لكن كل ده هيتقفل، تخيلوا حضراتكم ان فريق النادي الاهلي من النهارده بيستعد لمباراه المقص. النهارده اتعمل التمرين للمجموعه اللي موجوده اللي ما لعبتش امبارح في للفريق في ملعب في الجزائر، واتمرنوا النهارده استعدادا لمباراه يوم الخميس القادم امام مصر المقص. هي دي الحياه، هي دي حياه لاعب كره القدم، لازم يكون مركز دايما. ادي التدريبه اللي كانت في الفندق اهو زي ما حضراتكم شايفين، ده كان استعدادا للمباراه. طبعا الكابتن محمد يوسف مش هيلعب يعني، كابتن محمد يوسف مش هيلعب يعني، لكن هو كابتن محمد يوسف زي ما حضراتكم شايفين يعني يعني بيمشي رجله شوية. فاللي عايز أقوله لحضراتكم إن دايما تخلي عندكم ثقة في الفريق، دايما تخلي عندكم أمل في القادم، لأنه اللي بيحصل دلوقتي إن بيعاد تكوين فريق يستطيع أن ينافس على كالعادة يعني على كل البطولات اللي بيلعب فيها النادي الأهلي، لأن لن يسمح خلال الفترة اللي جاية بأن احنا نخسر بطولة. هي كرة قدم ورياضة ما فيهاش أي مشكلة، ولكن لا أقصده أن الكل بيبذل مجهود، مجلس الإدارة بيبذل مجهود في أنه يجيب لعيبة، اللعيبة دي لما تيجي بتبذل مجهود بتتمرن كويس وبتلعب كويس عشان ترضي حضراتكم وتبقى على قد مستوى واسم النادي الاهلي. عشان كده انا بقول لحضراتكم دي بعض من استعدادات فريق كره القدم للنادي الاهلي للمباراه القادمه. ده اللي بيحصل حضراتكم او اللي شايفينه امامكم ده في الجزائر. في الجزائر يعني ناس بتستعد من الجزائر لمباراه مصر المقصه القادمه. وخدوا بال حضراتكم الفتره دي هي فتره المسانده وهي فتره التشجيع. الناس كلها بتبقى دايما مستنيه الفريق يشجع او الجمهور يشجع فريقه ويقف في ظهر فريقه، ده مهم جدا جدا جدا. طيب خلينا برضو نطمن على بعثه النادي الاهلي وما حدث منذ نهايه المباراه امس وحتى الان من كريم احمد مراسلنا في الجزائر. يا كريم ازيك يا كريم؟ تحياتي ليك يا كابتن اسلام، اهلا بيك واهلا بكل مشاهديك ومتابعي قناه الاهلي. طمنا بقى على الفريق وماذا حدث من بعد اخر مكالمه امبارح لغايه دلوقتي. الو معاك يا كابتن اسلام، معاك. بقول لك طمنا على الفريق من بعد اخر مكالمه امبارح لغايه دلوقتي يا كريم. بالتاكيد يا كابتن اسلام، يمكن كانت رحله العوده بعد المباراه مباشره، كان عوده على زي ما احنا عارفين طيران داخلي ثم طيران مباشره الى القاهره، لكن تواجدنا في فندق الاقامه لمتواجد ولايه بشار عدد ساعات كبير، فكان استمرت لصالحي المدير الفني فضل ان يكون في تدريب خفيف للعيبه النادي الاهلي. يمكن الفندق في ملعب خماسي بسيط برضه كمان يعني جيل صناعي، لكن ما كانش فيه تدريبات بالكره خالص، بعض الاصابات بعض المستشفى للاعبين تدريب يمكن كمان لعيبه يمكن نزلت ساونا ما كانوا متواجد في الفندق الاقامه، ما كانش فيه اي تدريب بالقوي، كله طبعا استرشاد لعيبه اللي شاركت بشكل كامل في المباراه. يمكن خد تدريب ب 10 دقائق او ربع ساعه بالظبط، لكن بعض اللعيبه اللي ما شاركتش حاولت ان هي نحاول ان مثلا مارتن والساندرو والسيستم يكون في تدريب مش قوي، لكن نقدر نقول نص ساعه بالفعل انتهى منه تدريب النادي الاهلي. انطلقنا كالعاده اللي زي ما قلت وقلت يمكن الرحله المرهقه في البدايه وفي النهايه، يعني النهايه كمان هيبقى عدد ساعات كبير في العوده. بدات الرحله طبعا من مطار الدفن في الجزائر الساعه 4، انطلقت طائرات النادي الاهلي وصلت بالفعل الى الساعه 6:30. اللي بيواجه النادي الاهلي ولسه في عوده كمان يا كابتن اسلام 4 ساعات، وبعدين 48 ساعه والنادي الاهلي هيبدا يروح. واللعب على الترتان خد بالك برضو اللعب على الترتان مختلف عن اللعب عن النجيل الطبيعي طبعا. بالظبط يا كابتن اسلام بالظبط طبعا، لكن اكيد المجهود والتعب الكبير اللي الجيش الحربي للنادي الاهلي مختلف بشكل كبير، الترتان مؤثر بشكل كبير جدا يا كابتن اسلام على اللعيبه، لكن بيحاولوا كل الجهاز الطبي والجهاز المعاون مع الدكتور خالد محمود يكون في تاهيل واستشفاء للعيبه تجنبا للارهاق. عدد الساعات اللي بيكونوا متواجدين فيهم في الطياره يعني بيبقى في بعض الكامبات كده للعيبه، لكن ان شاء الله باذن الله قعدتنا تتم ان شاء الله الرحله بسلام ويعودوا الى القاهره. امر مهم جدا عايز اكلمك عليه يا كابتن اسلام هو وليد سليمان. ايوه اكيد جمهور النادي الاهلي حابين يطمنوا عليه. يمكن وليد كان بالفعل تم تحديد مجرد وصولنا الى الجزائر يكون في اشعه مباشره على رجل وليد والاطمئنان. وليد تابع في الرباط الداخلي ده التشخيص اللي قاله الدكتور خالد محمود امس في المباراه، لكن في منذ وصولنا تاكدنا ان المراكز اللي متواجده هنا لعمل الاشعاعات بتقفل الساعه 5 بتوقيت الجزائر، ف 6
بالتاكيد كان في تنسيق بين الاستاذ الزرداني والاستاذ علاء الزغبي وايضا كمان مع الاستاذ اسامه كمان والسيد المدير الاداري لشركه الناقلين العرب، يكون غدا صباحا في تمام الساعه 7 صباحا هيكون وليد سليمان ان شاء الله متوجه الى اقرب مركز اشعه جنب فندق الاقامه الساعه 8 باذن الله تم تحديد ان وليد سليمان الاشعه بتاعته تكون الساعه 8 صباحا وانا بتوقيت الجزائر. الاشعه انا بتاخد شويه يا كابتن اسلام، يمكن عرفنا ان هي بتبقى نص ساعه بالظبط عشان تطلع الاشعه، فان شاء الله باذن الله بكره صباحا نطمن على وليد سليمان ان شاء الله ما يبقاش في اصابه كبيره، ان شاء الله تبقى جزع زي ما قال الدكتور خالد محمود واكدنا. مهم جدا يا وليد لو تقدر تاكد لنا في الموضوع ده لغايه لما حتى الحلقه تنتهي، لانه في اخبار بتقول ان لا قدر الله بعيد عن وليد ان هي قد تكون شيء اكبر من الجزع في الرباط الداخلي، لكن انا ما اعرفش طبعا مين السبب في هذا الموضوع او يعني مين اللي قال هذا الموضوع، ولكن انت حتى الان بتقول ان معنى كده ان هو حتى الان هي جزع في الرباط الخارجي. بالتاكيد يا كابتن اسلام بالظبط، يمكن اكدنا اكثر من مره، ويمكن احنا اكيد مطلعين على الاخبار اكيد اللي بتنزل سواء على السوشيال ميديا او كده، في طبعا اخبار باكر على كلامك طبعا يا كابتن اسلام، لكن اكدنا اكثر من مره مع الدكتور خالد محمود قال التشخيص اللي يمكن بيتم في الملعب في حالات الرباط الداخلي واللي فعلا اتعمل التست اللي كابتن وليد سليمان اكد ان عنده جزع في الرباط الداخلي، لكن اكيد الركبه المكسوره اكيد الامور بتبقى صعبه شويه ان انت توضح، ممكن تبقى الناس تقول لا قدر الله يمكن اي حاجه ثانيه، لكن من الواضح وليد النهارده كان ماشي امبارح بتقل شويه، لكن النهارده واضح ان هو نوعا ما يعني قادر ان هو يمشي واحده واحده على رجليه. اكيد الدكتور خالد قال له في الطريق الامر هيبقى مختلف بشكل كبير جدا، لكن ان شاء الله باذن الله وليد يكون عنده جزع في الرباط الداخلي. يمكن انت ذكرت انت ورمت كابتن اسلام من ثلاث اسابيع الجزع بياخد بثلاث اسابيع، ان شاء الله تبقى فتره قليله جدا ويعود من جديد. صباحا كابتن اسلام ان شاء الله باذن الله الساعه 11 صباحا هتوجه الى مطار هواري جمادي من ناديه الجزائر على ان تنطلق ان شاء الله رحله النادي الاهلي 1:05 دقيقه الجزائر قاصر ان شاء الله مطار القاهره في تمام الساعه 6:05 ان شاء الله باذن الله يعود النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي بالسلام استعدادا لجوله جديده وبطوله جديده وهي بطوله الدوري العام ومباراه مصر المحطه ان شاء الله كابتن اسلام. كريم عايزك تقول لي الانطباع عن المباراه وعن نتيجه المباراه في الجزائر ايه؟ يعني الناس بتقول ايه في الجزائر؟ والله كابتن اسلام بالفعل يمكن في بلاد بشار بالتحديد الناس مبسوطه جدا من التعادل ومبسوطه من النتيجه اللي حققها، لان هم بيعتبروا النادي الاهلي نادي ريال مدريد، بيقول لك النادي الاهلي بقيمه ريال مدريد اللي متواجد معانا، النادي الاهلي نادي القرن، الناس سعيده جدا، ويمكن كمان رئيس النادي حليني معمون كنت بتكلم معاه قال لي احنا ما كناش متوقعين ان احنا نتعادل مع النادي الاهلي، كان عندنا برضو الخوف ان احنا هننزلج لسه مغلوبين من سيمبا 3-0 النادي الاهلي وبطل افريقيا، فكان عندهم خوف كبير، هم راضيين على الاداء والنادي الاهلي ايضا كمان في ظل الظروف اللي بيمر بيها والمحيط في النادي الاهلي كابتن مصر الفارسي كابتن يوسف في بعض الرضا عن الاداء، بعض الرضا كابتن اسلام اكيد مش رضا كامل، لان النادي الاهلي هدفه في كل مباراه هو تحقيق نقاط المباراه والوصول الى المرحله النهائيه في كل بطوله، لكن في رضا في ظل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي وخساره عدد كبير من اللاعبين لاصابات متكرره، عدد كبير من المراكز يا كابتن اسلام بنفس كتير عدد من اللاعبين، فاكيد يمكن في ظل الظروف دي في هذه النتيجه لا في يمكن رضا اكيد زي اللي احنا تمثيله وشايفينه في وجوه اللعيبه، اللعيبه عارفه ان لسه كمان في مباراه في الجزائر وعليها مباراه في العظمه في القاهره، المباراه القادمه كمان للنادي الاهلي في بطوله افريقيا هتكون في القاهره، ان شاء الله باذن الله نقعد من هذا الدور ومن هذه المجموعه باذن الله واحده واحده ان شاء الله كابتن اسلام في بطوله افريقيا. هل حد بيتكلم عن مباراه المقصه ولا لسه بقى ما دخلناش في الاجواء؟ لا بيتكلموا طبعا عن كابتن اسلام بالتاكيد، يمكن بعد المباراه مباشره تم غلق هذه الصفحه واكد عليها المستر مارتن والكابتن يوسف في التمرين النهارده البسيط ده، كان فيه محاضره قبل التمرين كان فيها تركيز على المرحله القادمه بدايه من مصر المحطه وفصل ثاني لمباريات البطوله الافريقيه في تركيز كبير، وغدا كمان صباحا هيكون شبه محاضره لعيبه النادي الاهلي قبل العوده، لان مفيش وقت يا كابتن اسلام زي ما انت عارف، ممكن يبقى في محاضره قبل الانطلاق لتجهيز مباراه مصر المحطه، في بعض لقطات الفيديو المحضره لمستر مارتن للصرفي على اساس ان يستكب كل الوقت اللي متواجد فيه، احنا نقعد متواجدين عدد ساعات كبير جدا هنا صباحا لسه في وقت كبير جدا، فان شاء الله باذن الله يستغل النادي الاهلي والجهاز الفني التوقيت اللي متواجد استعدادا لمباراه مصر المحطه ان شاء الله. كل التوفيق يا كريم ونتمنى لك يا رب كل التوفيق وترجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله ونشوف المباريات القادمه افضل للنادي الاهلي. شكرا جزيلا كريم احمد مراسلنا في الجزائر الحقيقه، ودايما تقرير وافي من كريم دايما بيكون معانا وبيدينا تقرير وافي عن ما حدث خلال الايام السابقه في الجزائر. طيب الحقيقه قبل بس ما اتكلم عن المباريات اللي عندي النهارده في رساله عايز اوجهها لمن يهمه الامر. رساله لمن يهمه الامر. النادي الاهلي جمهوره ما بيشجعش غير اسم النادي الاهلي او كيان النادي الاهلي. النادي الاهلي هقولها تاني، النادي الاهلي جمهوره
ما بيشجعش غير اسم النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي. عمر ما جمهور النادي الأهلي بيجي على أو بيشجع جمهور تاني علشان يكسب فريق بنفسه في المباريات. لا، النادي الأهلي أكبر من كده بكتير، أو جمهور النادي الأهلي أكبر من كده بكتير جدا جدا جدا. منتخب مصر ده الأساس. منتخب مصر ما حدش يقدر يتكلم فيه، لكن أنا بتكلم على اسم النادي الأهلي وعلى جمهور النادي الأهلي. فالرسالة دي لازم توصل لأي حد بيتكلم إن هو بيقول إيه، أنا عايز الجمهور الأهلي يشجع جمهور مش عارف مين علشان إيه. جمهور الأهلي يشجع جمهور الفريق ده عشان الفريق المنافس هيلعبوا بعض ففريق منهم يكسب التاني. لا، النادي الأهلي بجمهوره ها ما بيستناش هدايا من حد. النادي الأهلي هو بإيده، النادي الأهلي طول عمره بإيده، طول عمره بإيده. فعشان كده دي رسالة مهمة جدا جدا جدا. عيب الكلام، يعني لو كان حد بيقول الكلام ده على سبيل الهزار فهي مصيبة، لو كان بيقولها على سبيل الجد فهي مصيبة أكبر. يبقى ما يعرفش جمهور النادي الأهلي للأسف الشديد. احنا من الواضح ان او جمهور النادي الأهلي اتخدع، لأنه الكلام ده ما يطلعش من حد او كان في يوم من الأيام في النادي الأهلي. فخدوا بالكم بس من الكلام ده، لأن الكلام ده برضه بيودي لحتت معينه واشياء معينه. اصل هي بتبقى اوامر ويجب تنفيذها، اوامر ويجب تنفيذها. فعشان كده انا بقول لحضراتكم خدوا بالكم بس من الكلام ده، مش عايزين ننساق ورا هذا الكلام ومش عايزين نوصل لهذا الكلام، لانه احنا في النهايه طول عمري عارف كده ان جمهور النادي الاهلي ما بيشجعش غير اسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي بس، ما بيشجعش حد تاني عشان الحد التاني ده يكسب حد تالت ونخش في المواضيع دي كلها. لا ابدا، احنا ما عندناش مشكلة ان احنا نفضل نكسب 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 لغاية لما نتصدر الدوري مرة اخرى، لان ده الطبيعي وده العادي، ده الطبيعي وده العادي. وبالمناسبة احنا روحنا رياضية مفيش مشكلة، يعني نادي الزمالك النهاردة كسب نادي اتحاد طنجة المغربي 3-1، مبروك. نادي الزمالك كسب نادي اتحاد طنجة، مبروك، مفيش مشكلة بالنسبة لنا خالص، عندنا روح رياضية. لان اعتقد ان دايما الروح الرياضيه دي هي اللي لازم تسود خلال الفتره اللي جايه. وعايز اقول لكم حاجه، مين اول فريق كسب البطوله الكونفدراليه؟ اسمع، مين؟ نادي الاهلي. نادي الاهلي هو اول فريق مصري كسب البطوله الكونفدراليه، وبالتالي يعني نتمنى كل التوفيق لكل الفرق الاخرى عشان تكسب، المصريه الاخرى يعني، علشان تكسب المباراه وتخش تبقى تاني فريق خد البطوله الكونفدراليه كالعاده. يعني النادي الاهلي دايما لما بينظر بينظر مين اللي هو دايما السباق في كل شيء. فعشان كده انا بقول لكم دايما احنا عندنا روح رياضيه، ما بتفرقش معانا مين كسب مين اتغلب مين اتعادل خالص، احنا ما بنبصش غير على اسم النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. بس كانت رساله لازم نوجهها، لانه النهارده الحقيقه ناس كتيره جدا كلمتني في هذا الموضوع، وانا الحقيقه ما بتابعش الحاجات دي كتير، لانه الحاجات دي بتبقى بتخلق او بتتعمل عشان حاجات معينه او فتن معينه تحصل. لكن جمهور النادي الاهلي واعي وعارف كويس جدا جدا مين بيقول ايه وبيقولوا ليه وعشان ايه. فعشان كده احنا ما بتفرقش معانا، احنا عايزين حضراتكم تركزوا في اسم النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، وتقف ورا فريقك خلال الفتره اللي جايه، لان الفريق بيحتاج ان انت تقف وراه وتشجعه. تشجعه بمثاليه، بعيدا عن ان انت تيجي على النادي الاخر او على النادي الثالث او على النادي الرابع، لا، احنا عايزينكم تشجعوا فريقكم فقط لا غير. فمثلا حصل في اسماعيليه امبارح، ايه اللي حصل في اسماعيليه امبارح؟ اللي حصل في اسماعيليه امبارح حصل حاجات كتيره جدا جدا ادت الى الغاء المباراه في مباراه الاسماعيلي والافريقي التونسي، ادت الى الغاء المباراه. عارفين ايه اللي هيحصل؟ بنسبه كبيره جدا 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 المباراه تم الغائها، وبالتالي سوف يتم استبعاد النادي الاسماعيلي من البطوله الافريقيه. دي تكهنات على فكره وليست، ولكن حصلت قبل كده مع وفاق الصيف، سوف يتم في 2016 سوف يتم استبعاد النادي الاسماعيلي من البطوله الافريقيه. من المفترض ان كان يجب او كان هيتم تنظيم
مجموعة من المجموعات في كأس الأمم الأفريقية في الإسماعيلية، أعتقد بنسبة كبيرة جدا اتجاه الاتحاد كرة القدم إن هو مش هينظم هذه المجموعة في إسماعيلية، هينظمها في بلد آخر أو في محافظة أخرى. شوفوا بقى العشر دقايق بتوع امبارح او الخمس دقايق اللي حضراتكم او اللي الجمهور عملهم، جمهور الاسماعيلي عملهم، ودت النادي الاسماعيلي فين، وبعد كده او قبل كده طبعا ودت مصر لفين. شوفوا الكلام، هل هيقدروا بقى، يقولك هل هيقدروا يأمنوا، هل هيقدروا؟ اه نقدر نأمن، وعندنا جهاز امني على اعلى مستوى، لولا احنا بس بنحافظ على الناس شوية، بنحافظ على الناس يعني الجهاز الامني اللي عندنا والشرطة بيحافظوا على الناس على قد ما يقدروا. طيب خلينا برضو نعرف ماذا حدث في المباراة، اللي حصل في المباراة امبارح، ولكن خلينا نعرف من احد رموز النادي الاهلي واحد رموز الكاف ايضا من وجهة نظر يعني كابتن شطة، ايه اللي ممكن يحصل في حالة النادي الاسماعيلي؟ كابتن شطة ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا كابتن اسلام، ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه يا كابتن؟ كله تمام؟ الله يكرمك، اهلا وسهلا في ضيوفك. الحمد لله يا كابتن كله تمام. يعني كابتن شطة عايز اسال حضرتك فيما حدث امبارح في اسماعيليه والغاء المباراه، من المتوقع ان تحدث عقوبات على النادي الاسماعيلي، ممكن حضرتك تقول لنا ايه هي هذه العقوبات اللي ممكن تحدث، وهل حدثت قبل كده ولا لا؟ حدثت كتير طبعا، الشغب في الملاعب وحادثه الطوب وزلزله الميه والشماريخ دي حاجه عقوبات تقريبا متداوله يعني، بس طبعا امبارح حقيقه يعني زعلانين بس عشان انه المظهر العام الحقيقه ما كانش كويس، وبعدين الاسماعيلي نادي كبير طبعا، هذه حقيقه يعني برضه المفروض يبقى قدوه في افريقيا، لكن طبعا الظروف اللي مروا بها النادي خلت الجماهير هي انفعلت، الخساره اللي كانت ما يعني الخساره في الدوري والخساره اللي حصلت، والحكم برضه كان يعني اثار الجمهور بشكل حقيقه فظيع، فطبعا الجمهور تقريبا خلى الحكم موقف المباراه يعني، فبالتالي العقوبه يعني اللي هي اللائحه بتقولها انه الاسماعيلي هيبقى خسران يعني، وهيضطر المباراه دي كل مباريات القادمه تستبعد من الملعب، ممكن تبقى بعدد مباريات، ممكن تبقى بفتره معينه 6 شهور سنه على حسب بس يعني بطلع. النادي الاسماعيلي يلعب في البطوله نفسها لكن مش هيلعب في الاسماعيليه، مش هيلعب في الاسماعيليه، ده العقوبه الاولى انه الملعب هيلعب خارج ملعبه تقريبا، نعم، وهيوقف الملعب وهيدوروا خسران، لكن الحقيقه الموقف اللي شفته انا في التلفزيون ما فيش اعتداءات، ما فيش يعني كانت امور خارجه عن الاطار اللي هي اعتداء او شغب دخل الملعب او دخل الملعب، لا كانت كلها عباره عن الجمهور ما كانش ملتزم باللوائح، وانا شايف العقوبه هتكون عقوبه بس حرمان اللعب في الملعب، مش هتتعدى ان يكون هناك حرمان انه ما يواصلش في المجموعه. يعني نتمنى كده، نتمنى طبعا ان النادي الاسماعيلي يكمل في هذه البطوله، في النهايه هو ممثل لكره القدم المصريه في هذه البطوله. طب كابتن شطه، هل ده من الممكن ان يؤثر على ان اتحاد كره القدم يختار الاسماعيليه كمحافظه لتنظيم كاس مجموعه يعني تنظم هناك في كاس الامم الافريقيه، ولا حضرتك شايف ان لا ممكن جدا ما فيش اي مشكله؟ والله كابتن سامي، انا طبعا شايف ان موضوع الجماهير في المباريات الافريقيه مش هيكون لها يعني تاثير، لانه منتخب مصر ما بيلعبش هناك والاسماعيلي ما بيلعبش، وبالتالي هتكون في منتخبات يعني جماهيرها مش هتكون يعني جماهير افريقيه يعني في اعتداءات او في الجمهور المصري يعني مش هيكون مؤثر فيها بشكل مباشر يعني، لانها هتكون فيها منتخبات مثلا ممكن موريتانيا مع مدغشقر، ممكن مثلا المنتخبات اللي هتوصل يعني هتجد فيها الجماهير مش هتكون كبيره هتخلي يعني يحصل حاجه يعني ممكن يحصل فيها اعتداء، فبالتالي انا متوقع انه يعني الملعب هيكون يعني موجود في الحقيقه 6 ملاعب اللي هي اتفق عليها الاتحاد المصري اللي تقام عليها البطوله. طيب يعني نتمنى برضو الحقيقه، لانه اسماعيليه امبارح القله من جمهور النادي الاسماعيلي عمل بعض ال خرج عن النص يعني في المباراه، وفي النهايه مش هتيجي على جمهور الاسماعيليه كله عشان خاطر قله. والله يا كابتن اسلام، انا عرفت يا كابتن اسلام حتى عدد الجماهير اللي كان عامل ما يزيدوش عن 30 40 واحد يعني. اه وبالتالي طبعا يعني مش كل الاستاد يعني مش كل الامور
يعني، بس كان كلها يعني الحقيقه، وكونه منعوا المساعد الحكم منه، عشان كل ما يجي في مساعد الحكم فبيرفع على طول ازازة ميه، فبالتالي يعني انا بعتقد ان ده شغب ملعب بحرمان النادي من النقاط الثلاثه، هو انه ما يلعبش على ملعبه لفتره معينه قد تمتد مثلا اربع مباريات او ممكن فتره معينه تحدد من خلال تقرير الحكم ومراقبه المباراه. من الممكن ان ده يظهر امتى يا كابتن؟ يعني التوقيت اللي هيظهر فيه العقوبات على النادي الاسماعيلي امتى؟ لا دي هتكون فوريه، لانها انت عارف الدوري المجموعات ده بتبقى سريع يعني ورا بعض وكده. مظبوط. فبالتالي محتاجين ياخدوا قرار بسرعه عشان الاسماعيلي عنده ماتشات جايه لسه. فممكن يكون في خلال اسبوع 10 ايام. او على الاقل قبل المباراه الثانيه بتاعته اللي هيلعبها، المباراه القادمه بتاعته على الاقل يعني. طب ليه يا كابتن مثلا العقوبات بتاعت مباراه الترجي والاهلي ما ظهرتش الا بعديها بشهر شهر ونص مثلا، في حين ان المباراه، ولا يمكن عشان الوقت قريب؟ والله يا طبعا يعني ده تحليلي ليها، انها اتاخرت لانها كانت خلاص حسمت الامور، وانه الترجي يتاهل والاهلي طبعا يعني خدوها على مهلهم، لانها ما كانش فيه استمرار في البطوله، ما كانش فيه استمرار في مباريات اخرى. لكن طبعا يعني انا اعتقد ان هذا لا يليق انك انت تعمل عقوبه 24 ساعه وتاخر عقوبه شهرين، هذا لا يليق. المفروض يعني الاتحاد الافريقي لجان تكون قادره على ان تاخذ القرارات، يكون في شفافيه وعدل، ما يبقاش في قرارات تؤخذ من المصلحه، وخصوصا ان النادي الاهلي ما استفادش من العقوبه. بالظبط كده، هي دي النقطه اللي كنت هتكلم مع حضرتك فيها، ان النادي الاهلي لم يستفيد، يعني هي عقوبه قد وقعت بالفعل ولكن لم يستفد النادي الاهلي من هذه العقوبه، على الرغم ان هو كان الطرف الثاني يعني. يعني انا بقول عموما عقوبات اللعيبه وايقافاتها دي زي ما بتستفيد منها الفرقه الثانيه يعني، دايما لما يكون الاهلي بيلعب مع فريق وكان يطلع اللعيب من الفريق الثاني اللي بيستفيد الفريق اللي هيلعب بعد كده، دي حاجه طبعا طبيعيه، بس احنا بنقول ان يكون في عدل على الاقل عشان ما يبقاش في يعني نتساءل لماذا وليه هنا كان اجتماع سريع وليه الاجتماع هنا خد وقت كبير وكده. فاتمنى انه لجان الاتحاد الافريقي الانضباطيه دي انها تاخد القرارات بسرعه، لانها يعني مش هتكلفها حاجه، يعني هو الضرر اذا كان استمر في خلال ثلاث ايام او اربع ايام او اسبوع. فده انا رايي يعني، انا اعتقد انه مستقبلا يجب على الاتحاد الافريقي ان تكون القرارات سريعه. ويبقى تبقى عشان الفرق تتساوى وما يكونش هناك اي نوع تحامل على فريق او نادي الاخر يعني، دي حاجه انا حقيقه اطالب بها ان شاء الله. كابتن شطه، ما حدث في مباراه الاسماعيلي امس من الممكن ان يؤثر على شكل تنظيم مصر خلال الفتره القادمه، ولا شايف ان هو حدث عارض وعدى؟ ده موقف بسيط شغل ملاعب وكده وبيحصل كده، وانا بعتقد انه لن يؤثر تاثير مباشر، غير انه بس طبعا الاتحاد المصري طبعا هيبلغ الاتحاد الافريقي انه هيكون حريص جدا على انه يكون في نوع من الانضباط وكده، لكن دي بطوله كبيره جدا مش هتقف عشان خاطر شغف بالمباراه وجماهير طبعا 20 30 واحد يعني. نعم، تعدد بالازايز وكده في كل شمال الافريقي كله، في نيجيريا وفي غانا، وانا اذكر في كوت ديفوار كان في ارتداءات والمدرج وقع والجماهير يعني عملت شغب كبير جدا، وما كانش فيه ابتعاد يعني مش ممكن استبعد بطوله كبيره عشان خاطر موقف من قله من الجماهير دي، انا اشك في ذلك يا كابتن اسلام. يعني طمنتنا برضو يا كابتن شطه، ودايما معانا، اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن شطه على وجودك معانا. كابتن شطه النجم الكبير كان معانا طبعا على الهاتف بيقول لنا على العقوبات، ايه العقوبات اللي يعني طمنا الحقيقه من ناحيه النادي الاسماعيلي، ان النادي الاسماعيلي طالما لم يتعدى احد على الحكم وكذا وكذا كذا، وبالتالي من الممكن جدا ان هو تبقى العقوبه تتوقف على ان يستبعد النادي الاسماعيلي من اللعب على ارضه لمده معينه يحددها الاتحاد الافريقي زي ما حضراتكم سمعتوا، ان ده لن يؤثر على تنظيم مصر لكاس الامم الافريقيه القادمه. زي ما قلت لحضراتكم، الجمهور هو الاساس في كل شيء في كاس الامم الافريقيه القادمه، كل حاجه بتتعمل عشان خاطر حضراتكم، ولما تروحوا الاستادات في كل المحافظات اللي هتبقى موجوده وتقام فيها المباريات تبقوا مستريحين. خدوا بال حضراتكم ان الفتره اللي جايه كمان هيكون فيها اصلاحات كبيره جدا وسريعه جدا في استاد القاهره، لان هو اللي هيستضيف مباراة الافتتاح ان شاء الله يوم 14 يونيو في 2019. ف
كل اللي عايزينه من حضراتكم. وانا حاجه انا بخاطب بس الجمهور اللي يخصني, جمهور النادي الاهلي اللي انا واللي انا عارف ان هم واعيين جدا في هذا الموضوع وعندهم وعي. ما تخلوش واحد يوجه رساله كده ولا يوجه رساله كده يدخلكم في مناطق ما ينفعش تخشوا فيها, لان جمهور النادي الاهلي اكبر من اي شيء واكبر من اي جمهور اخر. عشان كده بقول دايما بقول لحضراتكم خليكم في تشجيع فريقكم, في مسانده فريقكم, في مسانده لاعيبتكم. الكلام اللي حضراتكم دايما بتعملوه خلال الفتره اللي فاتت واللي احنا حسينا بيه واحنا في الملعب, واحنا في الملعب ما كناش بنحس بحاجه غير بصوت الجمهور, بصوت الجمهور وهو بيشجعك دايما في الدقيقه 90, في الدقيقه من اول دقيقه لغايه الدقيقه 90 او الدقيقه 95 كمان. فعشان كده بقول لحضراتكم ما تنسقوش ورا الكلام, حتى الكلام اللي بيتقال من بعض القنوات الاخرى انا ما بحبش ارد على مثل هذا الكلام. وصدقوني انا ما بردش على هذا الكلام اطلاقا, لان انا في قناه محترمه, قناه راقيه, قناه عاليه, اعلى من اي حد تاني. عشان كده دايما هي الناس من تحت كده بتقعد تتفرج علينا, تبص لنا, بتشوفنا بنعمل ايه. فعشان كده بقول لحضراتكم ما تزعلوش من حاجه, ما تنسقوش ورا مثل هذه الامور. احنا عايزين الفتره اللي جايه يكون جمهور النادي الاهلي وزي عادته دائما مثالي في كل شيء, ومثالي في تشجيعه, ومثالي في كل شيء. كل ما اتمناه ان الفتره دي ان شاء الله تعدي على خير, وتنظيمنا لكاس الامم الافريقيه هيفرق كتير جدا جدا مع بلدنا بقى, مع البلد نفسها هيفرق كتير جدا جدا من ناحيه السياحه, من ناحيه تدفق الناس من كل افريقيا. هتلاقي ناس جايه وناس كتير هتشتغل خلال الفتره اللي جايه, وناس كتير هتعمل خلال الفتره اللي جايه. وبالتالي مهم جدا 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 ان البطوله دي تنجح, ولن تنجح الا بوجود الجمهور فيها ان شاء الله. كل الامنيات الطيبه بتنظيم جيد لكاس الامم الافريقيه. طيب هنطلع فاصل, وبعد هذا الفاصل هنستقبل ضيوفي اللي هيكونوا متواجدين معايا النهارده. هنتكلم عن مباريات الدوري, وهنتكلم طبعا عن النادي الاهلي. ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه نادي مصر المقصه من وهو في الجزائر. النادي الاهلي بيستعد لمباراه مصر المقصه من وهو في الجزائر. اللعيبه هتيجي بكره, هتستريح يوم الاثنين, يوم الثلاث تمرين, يوم الاربع هيسافروا على اسكندريه علشان المباراه يوم الخميس, وهكذا. هي دي الدنيا, وهذه هي الحياه او حياه لاعب كره القدم داخل النادي الاهلي. هنطلع نشوف هذا التقرير عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه مصر المقصه, وهستقبل اثنين من ضيوفي الكبار, الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش. هنتكلم عن مباريات اللي اتلعبت النهارده, المقاولين والنجوم, وانتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق. والمباراه الثانيه بيراميدز بيهزم طلائع جيش بثلاثيه مقابل هدف وحيد. وهنتكلم طبعا عن النادي الاهلي واهم الاستعدادات النادي الاهلي لمباراه مصر المقصه. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نستعد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في حلقه اليوم من ملعب الاهلي. نجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن شريف؟ سلام. الله يسلمك. ازيك؟ الحمد لله. ربنا يخلي اخبار الجسم كويس؟ كله ماشي. كله ماشي. كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن؟ ازيك يا سلام, عامل ايه؟ الحمد لله, ربنا يخليك. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن شريف, عايز ابدا بمباراه المقاولين والنجوم. تعادل في الدقائق الاخيره او في اللحظات الاخيره من الوقت بدل الضايع لنادي المقاولين العرب, وبهدف تم احتسابه وبعدين اتلغى وبعدين احتسبوه وبعدين اتلغى. يعني قصه كبيره جدا. احنا لحد كنا ساعتها بنتفرج على المباراه. قول لنا رايك في هذه المباراه. والله من الجميل يا كابتن انك انت تحس وانت بتتفرج على ماتشات الدوري اليومين دول ان هي في اللحظات الاخيره, زي ما انت بتقول كده, اللحظات الاخيره بيتعادلوا, اللحظات الاخيره بيحرزوا ابناط, بيحرزوا اهداف. عندهم هدف دايما ان هم يكونوا بيكسبوا. المديرين فنيين وقعوا الدرس كويس قوي من السنين اللي فاتت, ان انا بلا مكسب ماليش جلوس على خط اللجنه الفنيه خارج الخطوط. بيدعم خطوطه بكل شيء ممكن يكون ليه وجود جوه المباراه. اللعيبه حست نفسها ان ما تبقاش رد فعل, يبقى ليها فعل دايما, فتحس ان المباراه رايحه جايه بين اي فرقه بتلعب بعض الحقيقه, مش فرقه النهارده المقاولين والنجوم فقط. يعني على شكل في اول ثلاث دقائق بيباغت المقاولين العرب بكره عرضيه من تاني من سوستا لكريم مصطفى بيحولها, ففي وجود في ال 18 لاحمد الشيخ متهيألي راح عاملها بدماغه.
جوه الجول بهدف اولاني يتقدم به المقاولين العرب وارتاح المقاولين العرب، وبعدها تاني بكريم مصطفى كان ممكن يعزز الهدف. لو كان عزز الهدف ده كانت هتبقى مشكله كبيره قوي على النجوم مصر، على النجوم ان هو يرجع. ولكن النجوم مره برضه في مباراه اعتقد احدى المباريات كان مغلوب 3-0 وتعادل 3-3، فيعني رجع قبل كده. ما هو كل واحد بيتشبث في ال 90 دقيقه بكل المجهود الوافر اللي يقدر. تعلمه من الاهلي ازاي، تعلمه من الزمن، تعلمه من الزمن ان ما ينزلوش درجه ثانيه بقى ويخشوا في الدوامات. يعني المنصوره فيها، الاولمبي فيها، فرق جميله جدا احنا مش شايفينها. ترسانه فيها، وترسانه بتنافس. يعني ده اهم ما حاسينه اللعيبه، ان اللعب في الممتاز بقت بورصه. يعني انا ملعب النهارده ماتش، وزي مجدي قفشه النهارده بالجول اللي جابه ده في مباراه بيراميدز عالمي، فسعره بيزيد. يعني انت فهمتني؟ تحركات عبد الله السعيد مثلا هنا برده في نفس الوقت، في النهارده كريم مصطفى ده لعيب كويس قوي بيبان على الساحه، فهتلاقي كل الناس من السنه الجايه طبعا خلاص يناير عدى هتلاقيه بيبص على لعيبه، حاطط حسين رجب مثلا الداخليه، يعني لعيبه هيبقى لها مكانه. قعدت بقى في الدوري ما قعدتش في الدوري، انما هيكون ليها شكل تاني. قدرت النجوم ان هي تحرز هدف الحقيقه من ضربه ثابته، واتلعبت وضغطت في العارضه ورجعت كملها. شرويده كان ليه شكل ان هو عايز يثبت دايما في كل مباراه، برضو ان هو لعيب. انا وحشيش كنا بنتكلم، قال لي هو شرويده كبر شويه، قلت له هو مازال بيحارب ومازال بيأدي مناضل يعني. يعني هو احسن من ناس كتير الحقيقه، وتحس ان هو محطه هجوميه كويسه قوي، بيترجم اهداف الماتش اللي قبل اللي فات والماتش ده، فحاجه كويسه جدا يعني. رجعت المباراه تاني للنجوم زي ما بقول لك، انا ان هم عندهم حافز ومدرب كويس قوي بيحفزهم اكتر وبيديهم ثقه في نفسهم ان هم يقدروا يلعبوا من خلال الاجناب في الملعب، ويعملوا عرضيات واحرزوا الهدف الثاني الى ان عاد المقاولين العرب في اخر بنفس الهدف اللي جابه النجوم الاولاني، رد عليه المقاولين العرب بنفس الهدف، ضربه ثابته كورنر في العارضه احمد علي، بترجع الاسلام بيكملها ويتعادل المباراه مع الجون اللي هو كان فيه انت اتكلمت عنه، اللي كان ضربه يد وهو بيحطها قصه قعدت قصه الموضوع بس هي الحقيقه اجبروا الحكم الخامس ان هو يشترك يعني. وده من حق الفرق انها تستعين بيه. انا الحقيقه سؤالي دايما، هو الحكم الخامس بيبقى ليه دور في الدوري المصري؟ انا شايف ان هو يعتبر الفار بتاع المنطقه دي يعني انا شايف ان هو في اوقات كتيره جدا كان من المفترض ان يكون له دور وما يبقاش له دور. انا بس عايز اعلق طبعا على الماتش. لا بالعكس، ده انا هتكلم فيها، ده النقطه الاساسيه اللي تهمني في الماتش ده. هو الموضوع ده. بس انا هتكلم عموما. المباراه كانت يعني مثيره النهارده. ممكن ترد على السؤال وبعد كده تتكلم عموما. طيب ماشي. اولا انا ما يفرقش معايا النهارده الماتش والنتيجه، اللي يفرق معايا اللي حصل في الماتش بالظبط في موضوع التحكيم ده. ناقوس خطر، احنا لسه بنتكلم ان احنا لسه في نص الموسم، وكم الاعتراضات الغير عاديه على الحكام، شكل منظر يا شريف حاجه يعني. لو الناس بتتفرج على الماتشات دي يقول لك ايه الناس بصراحه، يعني انا اسف انا اتكلم، الناس المتخلفه دي، ايه الرياضه دي؟ رياضه مش رياضه، ده كل قرار الحكم الفرقتين رايحين عليه، مش مثلا كابتن الفرقه. كمان مفيش جمهور، فانت سامع كل حاجه خالص اللي بيزعق. وبعدين مشكله من بره ومن جوه، يعني من جوه الملعب اللعيبه ومن بره الاجهزه مع بعضها، مش ممكن يا جماعه. انا شفت عماد نحاس رايح، مش معقوله. انت بتتكلم على ماتش بالنسبه للفرقتين، ده عايز يحسن مركزه وده عايز يطلع شويه، يعني القصه مش مثلا هبوط ولا على بطولة الدوري. حتى لو على هبوط ولا على بطولة الدوري يا كابتن، ما هو استحالة يبقى في شكل النهاردة بالمنظر ده. وبعدين زي ما انت بتقول، هنرجع بقى للحكام اللي هي ورا حراس المرمى، ايه دورك؟ ايه السماعات بتتكلم بتقول شال ايه؟ شال السماعة محمد، يعني شال السماعة يعني انت. وبعدين انت ما ينفعش ان انت تاخد قرار وبعدين ترجع فيه وبعدين ترجع، ما ينفع. طب مين يعني؟ هو واحد كلمك وبعدين رجع تاني كلمك وبعدين الضغط حصل يعني مش معقولة. وبعدين أنا كنت متخيل كمان يا شريف في الموضوع ده إن لازم حد هيطرد من الاعتراضات والكلام، ولا حاجة حصلت ولا انذارات طلعت. أنت راقبت ماتشات مش كده؟ طبعا براقب ماتشات. بقول لك الحكم ممكن يقول للحكم الخامس أنت ما تديش قرار لما أنا أقول لك اديني القرار. بص أنا بحضر معاهم في البداية في الأوضة قبل ما بينزلوا، بيبقى كل حكم
اساسي حكم ساحه، حكم ساحه يعني بيتفق مع مع المساعدين بتوعه على اشارات وحاجات معينه. ما مثلا يكون في كوره في ضربه الجزاء. طيب معلش قبل ما حضرتك تكمل خلينا ناخد مهندس محمد عادل مشرف على الكره في نادي المقاولين العربي. باشمهندس ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. اهلا يا كابتن، منور قناه الاهلي واتمنى لك التوفيق دايما. الله يخليك، تحياتي كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش لحضرتك. اهلا بيك يا كابتن الكبار، ربنا يوفقهم دايما كده. منور يا باشمهندس. الله يخليك. يعني يا باشمهندس الحقيقه نادي المقاولين عمل طفره كبيره جدا منذ التعاقد مع عماد النحاس، 7-8 مباريات فوز وبعد كده مباراه هزيمه من الاسماعيلي وبعد كده هزيمه اخرى والنهارده تعادل. اولا حضرتك شايف الشكل العام لنادي المقاولين العرب في الفتره الاخيره ازاي؟ لا طبعا الحمد لله كابتن عماد النحاس اعاد الروح للعيبه واعتقد انه قدر يوظفهم كويس في الملعب. نعم. وفقا لامكانياتهم وعمل حاله طبعا للكالشا كان ترتيب الفريق الاخير لان هو قدر يلم الفريق يوصل به للمركز الرابع او الخامس وده شيء يعتبر انجاز فعلا ما كانش الواحد متوقعه خلال الفتره وجيزه يعني فعلا. كنت متخيل طبعا احنا مش هنهبط ولا حاجه لكن خلال فتره بسيطه قدر يعمل تعادل وست مباريات ورا بعض فوز. حصل ظروف ماتشين لكن الحمد لله برضه الفرقه متماسكه الروح موجوده. لكن انا النهارده عايز اتكلم عن مباراه النهارده تحديدا. اتفضل يا فندم. واسمح لي افتح لي صدرك شويه. لا قوي قوي. انت والساده الكباتن اللي معاك. يعني يبدو ان احداث المباراه انا هحكيها لك بمنتهى الامانه، انا طول عمري بقف مع التحكيم. نعم. وفي صف التحكيم المصري. وعمري برضه ما هقف ضده ولا حاجه. ولكن ما حدث النهارده انا بقول يا كابتن اسلام هيعمل مشاكل لا حصر لها. لسه كنا بنقول كده بالظبط يا فندم. المقاولين العرب قبل كده انا هشرح لحضرتك الموقف كاملا. اتفضل يا فندم. العرب قبل كده فجاه لقينا في ماتش بيراميدز 3 حكام بدل ما يبقوا 5 زي ما احنا متعودين رئيس لجنه الحكام قال ان احنا بعتنا تعليمات وهذا لم يثبت بعد التعليمات بعدها بعد كده ل 15,000 ولا 20,000. نعم. حصل النهارده كالاتي. كرة دخل الجون الحكم حسبها. بالظبط. اعترضوا لاعبي النجوم. النجوم. مع احترامي لقراءه الحكم الاثنين المفروض يكونوا مسؤولين، الحكم اللي ورا الجون والحكم اللاين مان بتاعه. مظبوط. حضرتك؟ صح. صح. سالهم. والاعتراف المفروض اللاين مان الاقرب لل باشمهندس الاعتراض جه من جوه الملعب ولا من بره الملعب باشمهندس؟ عندنا احنا من بره الملعب. مين ده؟ كابتن شريف بيقول لحضرتك الاعتراض جه من جوه الملعب ولا من بره الملعب؟ من الاثنين. من جوه الملعب. انا هكمل لك. خليه يكمل. طب اتفضل يا فندم. الملعب وبره الملعب. من الناحيه الثانيه اللي حصل بعد الحكم بثاني مره حسب الهدف وراح وقف على السنتر وعشان يبدا ضربه الهدف حصل اعتراض رهيب من الناحيه الثانيه. تمام. فكمل انه الحكم راح وراح عمل سمع للاين زمان اللي واقف الناحيه الثانيه. اللي هو البعيد عن الهدف. البعيد عن الهدف. ولغى الهدف. طبعا فينا غلطتين حصل. نعم. اولا انت رجعت للحكم ما هوش متداخل في اللعبه خالص وعلى بعد خدت برايي. نعم. معنى كده ان كل حكم كل مباراه الناس هتعترض وتجيب اراء الناس كلها عشان حكم القرار. اللي حصل بقى اصعب من كده. اتفضل. ان هذا اللاين مان راح شاف خدمه الفرقه الثانيه شاف البيت شاف الكوره في التلفزيون. وانا طبعا ما بتكلمش ان الكوره هدف صحيح او مش هدف مش هدف خالص. لكن احنا دخلنا الفيديو دلوقتي في القصه. وبالتالي راح اللاين زمان قال له انا جون لكن انكر تماما وعندنا من الازدادات راح شوف الكوره في الفيديو والتلفزيون المصري. معلش يا باشمهندس محمد واحده واحده بس عشان الناس تفهم. حد جه خد من الفريق النجوم حد جه خد اللاين مان وفرجوا على الجون في الفيديو يعني او في الكاميرا بالظبط وهو اللاين مان راح معاه بالظبط كده وشافه في الكاميرا والراجل بتاع الكاميرا هو اللي بدأ كاميرا التلفزيون هو اللي بدأ لندى الدكه الثانيه
ولو انت عارف ان الكوره تلاقي يعني راجل بتاع الكاميرا راح للدكه بتاعت النجوم وقال لهم تعالوا شوفوا الكوره، فحد من لعيبه او حد من المسؤولين في النجوم خد اللاين مان وفرجوا على الكوره. دي مخالفه خطيره، دي مخالفه خطيره جدا. اللاين زمان راح لما الحكم قال له قال له لا انا شفتها جول. هل يعقل ان الاثنين اللي ورا الجول تمام؟ هو طبعا في فيديوهات هتطلع والتفسير للكلام ده كله يعني. انا بتكلم على نقطه مهمه جدا، انا خايف على الدوري. انا خايف بالمنظر ده ان اي فرقه تطلع تستشهد الحكم اللي الناحيه الثانيه التلفزيون. يعني دخلونا النهارده في دوامه جديده، انا خايف عليها من التحكيم على الفتره اللي جايه. لان النهارده الحكم خد باللاين زمان اللي الناحيه الثانيه المفروض مش متداخل في الكره تماما، وده موضوع يعني اول مره اشوفه. ثاني مره ثاني حاجه واكثر انه استخدم الفيديو وانكر هذا الكلام. النهارده كل فرقه، وانا بتكلم رئيس تحكيم حكام، حكامه النهارده عملوا مشكله كبيره جدا. ماتش المقاولين العرب ماتش خلص ولا مشكله فيه، لكن يا بنات اهو ان اللي حصل النهارده شافته كل الفرق وشافته مصر كلها. كل نادي النهارده هيطلب من الحكم يرجع للاين زمان يروح يبص على الفيديو. دخلنا في قصه ثانيه خالص غير ما طبعا تعبت بعد كده انزعجوا واعترضوا. انا ما قلتش لا، ولكن لم ياخذ غير الاعتراض ثواني او دقائق. خلاص والمباراه تم استكمالها. نعم، لكن انا متعمد ان انا اعمل المذاكره دي خوفا مما سوف يحدث. الفيديو النهارده استعمل بالحكم على هذه الكره. والله زمان انكر وانا متصور. حضرتك مصورها فيديو يعني يا فندم؟ وقع والتلفزيون المصري لو جبت الشريط هتشوف الكاميرا مان بينده ويوريهم هذا الكلام. فموضوع خطير جدا، وانا شكو التنبيه عليه، لان انا خايف. انا ماتش المريض وخلص الكيس، لكن انا خايف جدا على ان وصلنا التحكيم النهارده هو اللي بيخلق المشاكل لنفسه. انا بقول لحضرتك اهو وهتشوف هذا الكلام. سيبني انا ما قلتش حاجه، لكن انا واثق ان في المباريات اللي جايه الكل هيتمسك يسمع راي اللايف الناحيه الثانيه اللايف زمان، وده ما اعتقدش انه موجود ابدا. ان واحد ابعد من الكوره اقرب البيت بس يكون اللي قدامها ب 2 متر يبقى شايف اكثر، والحكم ياخد بكلام هو ما ياخدش بالاثنين قريبين. شيء الحقيقه ازعجني جدا ويقلقني جدا على التحكيم في مصر. انا بشكرك جدا يا باشمهندس محمد على هذه المداخله، والحقيقه خصنا بكلام لسه حضرتك كنت بتتكلم. عاطف لو سمحت حاول تجيب لنا الكابتن عصام عبد الفتاح عشان نكلمه في هذا الموضوع. عايزين هل بالفعل عايز اعلق بس على الموضوع ده، لان وصل له ولا ما وصلوش ايه اللي حصل في هذه المباراه؟ فبعد اذنك حاول تجيبه لنا. انا لسه زي ما بقول لك يعني ان ده ناقوس خطر. المنظر اللي احنا شفناه النهارده ده، انا طبعا ما شفناش الاحداث اللي باشمهندس محمد بيتكلم عليها. خلي بال حضرتك ده ممكن جدا في ماتش اهلي. انا بتكلم بقى على الاهلي تمام، لان انا دلوقتي في قناه فانا هتكلم على الاهلي طبعا. ممكن الماتش الجاي في الاهلي يجي جون يقول لك طب تعالى شوفه من اللي يقول اولا ده زي ما بيقولوا بالبلد عاملين فار على الضيق مثلا يعني مع بعض كده، ولا الكلام ده طبعا ده غلط. على افتراض طبعا المهندس إن القصة محمد عادل يعني راجل فوق دماغنا وكل حاجه، ولكن هناك طرف اخر. فيعني برضو لو حضراتكم تقدروا تجيبوا لنا الطرف الاخر عاطف برضو معلش، عشان كده اصل الموضوع يعني مش من طرف واحد. انا عايز اقول لك حاجه، في مباراه فيها مراقب مسابقات كانت في استاد القاهره، وكان المباراه على الساعه الناس في جوه اللي في الاستاد نسيوا، فكانوا بيعيدوا الكور اللي هي مثلا فاولات او فيها حاجات من فناس وقفت قالت وقفنا الماتش، وقفت الماتش ونادات الحكم، وقفت الماتش لان الحكم ما كانش واخد باله. فوقفت الماتش ونادات الحكم واستنينا لغايه ما بلغنا ان ما ينفعش تعمل اعاده، الاعاده دي بتبوظ الدنيا طبعا يعني. فما بالك انت بقى ان واحد يروح مباراه يروح لل بتاع الكاميرا اللي موجود. ما اعتقدش ان بتاع الكاميرا هينده
لحد من الاداريه سواء هنا او هنا او الجهاز هنا، ما اعتقدش بتاع الكاميرا هينده ويقول له تعالى اتفرج، لان دي مخالفه، المخرج دي مخالفه كبيره. لا هو ده كلام المهندس محمد عادل، انا عارف وعلى دماغنا طبعا وكل حاجه، ولكن لازم نشوف حد من الطرف الاخر يقول لنا هل ده حصل فعلا ولا ما حصلش. المخرج مش كده، مش فين دور يا اسلام؟ فين دور المراقب المسابقات اللي موجود كمان؟ كنترول روم هو اللي بيعيد الكوره. النقطه مش مين اللي بيعيد، هي النقطه في اللي الكابتن محمد بيتكلم فيه ده. بغض النظر هو بيني وبينك برضه الكره يعني تتحسب كتير، يعني طبعا ناس كتير حقوق كتير قوي تحسبها هاندبول فيها يعني طبعا، لكن انا ما بتكلمش عن النقطه دي برضه. الجول اتحسب ما اتحسبش، يتعمل ما اتعملش، دي حاجه مش هي دي النقطه. وان حد يعني انا بقى واقف على، انا واقف هنا دلوقتي واحد يقول لي تعالى والنبي ياخدني اروح اتفرج وبعدين ارجع اقول لهم دي مشكله، دي مشكله. لو ده حصل يبقى في غلط كبير. انا عشان كده بقول لك ان لازم يبقى يحصل تحقيق في النقطه دي، مهمه قوي. ومراقب، في مراقب مسابقات موجود، هو راكب منوط بالقصه دي، ان ما حدش يقوم من على الدكه غير المدير الفني في الزوم بتاعه بس، اي حد تاني ممنوع ان هو يقوم ده. انت شفت الدنيا كلها بره، حضرتك مراقب وفاهم الكلام ده احسن مني. تمام. في حاجه اسمها انا اروح لللاين مان اقول له تعالى يجي معايا؟ ما ينفعش، استحاله طبعا، استحاله. يعني لو كدا صدق يعني طبعا برضه للمره المليون. انا اسف المهندس محمد راجل طبعا كبرنا، ما بتشككش طبعا في كلامه، ما بتشككش في كلامه، ولكن انا اقصد لو صدق، لان في طرف تاني بيتكلم كارثه، هتبقى كارثه. الراجل بيتكلم في بوينت ان هو عليه او ليه الموقف اللي حصل ايه، انه ما ينفعش فار على الخط موجود على المزاج يعني مش وبعدين يعني ما ينفعش كمان من الحكم الساحه، مع احترامي الشديد للكابتن محمد حنفي ده من الحكام كويس قوي، انما يسيب الامور توصل لغايه كده انه يسمع للعيان. هو سمع للعيبه عشان كده راح للحكم. انا ليه واحده بس المساعد، هل هو غير قراره بالراجل اللي ورا الجون؟ طيب حكم، خلينا ناخد ولا بحكايه الفيديو عشان نسمع منه على تمام. الجانب الاخر تمام. برضو لانه القصه برضو قد تكون مربكه شويه، فنسمع من الكابتن احمد سامي. الكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي النجوم. يا كابتن احمد ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام، وسلم على الكابتن شريف. كابتن حشيش طبعا. يا كابتن نهار لك ومبروك النهارده. الحمد لله يعني كابتن احمد انا عايز طبعا هسالك فنان وكل حاجه، ولكن كان معايا من شويه المهندس محمد عادل بيقول لي بغض النظر عن الجون جون او مش جون، او هو هاندبول او مش هاندبول، ولكن هل حد من نادي النجوم راح جاب الحكم المساعد وفرجه على اعاده الهدف؟ لا 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 ما حصلش الكلام ده. اللي حصل ان اللعيبه اعترضت باينه جدا ان هي هات جول. تمام. اللعيبه جوه الملعب عنده جول عنده، لا عنده جول عندنا. لا لعيبه من بره الملعب ولا من جوه الملعب؟ لا 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 من جوه الملعب. كان معترض على الحكم الخامس. تمام. فرحاله. تمام. المهم كابتن سعيد حمزه في كاميرا بتاعت التلفزيون بتاعت القناه اللي ناقله جنبه عند الرايه، هم كانت البوزيشن بتاعها عند الرايه. في الجول بتاع المقاولين. تمام. كابتن سعيد حمزه اللي هو اللاين مان. كابتن سعيد حمزه اللي هو مين؟ لاين مان ولا اللي ورا ال الحكم الإضافي اللي ورا الجون هناك؟ الحكم الخامس الإضافي اللي ورا الجون بتاع المقاولين. بتاع المقاولين واللاين مان. تمام. ومن خلالك برضو أنا بقول لك أنا بشكرهم جدا عشان اللي بيشوف حق ويقوله حاجة كويسة جدا. تمام. المونيتور بتاع الكاميرا هم جنبهم، يعني جنبهم الكاميرا والراجل بينقل جنبهم، فأنت عادت وهم شافوها. فراحوا مبلغين وقالوا له لا هاند بول. وده طبيعي جدا يا جماعه، انا مش عارف ايه المشكله يعني. يعني انت يعني لا مش طبيعي يا احمد، مفيش حاجه اسمها، اصل مفيش حاجه اسمها. هو اولا تقنيه الفار مش عندنا، يعني مش مطبقه عندنا. هي مش لكن هي مش فار، هي بالصدفه لما تيجي تشوف قدامك يا اسلام حاجه غلط وما تقولهاش تبقى معلش يعني تبقى حاجه مشكله. لا لا هي مش مساله حاجه غلط برضو، انا قلت لك في الاول على فكره كلنا معترفين ان هي هاندبول. قبل ما تتكلم انت انا ما اعرفش سمعتنا ولا لا، احنا قلنا ان هي هاندبول واضحه. يعني مش محتاجه فار وفيديو وحاجه التصرف، بس انا بتكلم على التصرف يا احمد. التصرف ده ممكن يعني يبقى عرف، يبقى عرف بعد كده، يبقى عرف بعد كده ويضرك انت بعد كده في ماتشات تانية. يا والله العظيم لو محسوب عليا وتضرني مش مشكله. لا طيب ممكن دي وجهه نظر برضو يا كابتن حشيش، بس كل واحد هيتمسك بالموضوع ده بعد كده. هيوقف بقى الكوره. تعال بص لل كابتن حشيش كابتن حشيش مش تمسك، هي جت بالصدفه يعني، هي جت بالصدفه. لا لا بالصدفه ازاي يا احمد؟ هو اصل المونيتور ده ما بيبقاش في وش الحكام يا احمد، المونيتور بيبقى في الظهر. الكاميرا كان موقعها في الماتش ده غريب شويه يا اسلام.
انا ما اعرفش الكاميرا بقى. كانت عند الكورنر جنب اللاين مان والحكم الخامس اللي ضاف. كاميرا التلفزيون المصري يعني ولا قناه اون؟ التلفزيون المصري اللي ادينا الماتش اللي هي كانت على شمال بقى جون المقاولين على شماله بالظبط كده ناحيه الحكم الاضافي يعني. فهمت يعني عشان جنبهم الاثنين يبقى عشان كده التصرف ان هو سال الحكم الاضافي عشان كده اللي هو البعيد ده اول رد على المهندس محمد عادل. وانا خلي بالك برضو انا بشكر الكباتن اللي ادوها اللي هو ما رضاش يسكت. يعني خلي بالك انا ما اعرفش التصرف ده التصرف ده مع المخرج بقى اللي عادل. انا ما اعرفش التصرف الحقيقه ده هل يكون صحيحا قانونا ولا مش قانونا يا احمد. يعني انا بتكلم برضو خلي بالك من الاول تاني واحده واحده. هي الكوره واضحه ان هي يعني واحنا قاعدين قلنا هاند بول بصراحه واحنا قاعدين قبل في التلفزيون باينه يعني. فالحكم ممكن يكون اخطا خلي بالك. ما هو مثلا النادي الاهلي في مباراته امبارح ما هو ليه اتنين اتحسبوا تسلل هم مش تسلل. النهارده ماتش ليفربول انت كنت في الماتش فتلاقيك ما اتفرجتش عليه ليهم ضربه جزاء واضحه جدا وما اتحسبتش. انا اقصد ان اخطاء الحكم الحكام موجوده ولكن التصرف ده نفسه ممكن يبقى عرف بقى بعد كده. طب بص على يروح لللاين مان يقول له بص بقى على الكاميرا دي وشوف هل الكره اوف سايد ولا مش اوف سايد جون او مش جون. انا ليا تفسير برضه ممكن يكون الحكم الاضافي لانه اكتر واحد شاف الكره دي هو الحكم الاضافي. لا الاضافي اللي ناحيه اللي على شمال جون المقاولين هو اللي شاف الكره دي. لا اللي مش على شمال جون المقاولين الجون دخل في النجوم فالحكم على شمال جون المقاولين فعلا الحكم الاضافي اللي العكسي. العكسي طب العكسي. ده بعيد عنه ده جون الناحيه الثانيه يعني ان أيوة اصلا ما هو المونيتور جنبه غصب عنه. لا هو الكابتن حشيش الكابتن حشيش بيتكلم في الكلام على التلفزيون. انا بتكلم على رؤيته في الملعب يعني مش متخيل برضه ان الحكم هيروح للكاميرا بص عليها. يعني هو بيقول لك بالصدفه يعني اصل يعني لان هو لو قال كده كمان ممكن يتحاسب. هو احمد بالنسبه له انا بالنسبه لي هو بيقول كده يعني والله العظيم لو عليا خلي بالك انا سالت احمد علي يعني من اللعيبه الكبيره جدا انا بحبها جدا يعني بطل الحربه اللي الواحد يعني نتمنى يبقى موجود زي صلاح امين كده. انا سالته بقول له احمد علي جت في ايدك ولا ما جتش؟ قال لي لا ما جتش. وهي جت هي انا شايفها هاندبول بصراحه. هاندبول بالظبط. انا شايفها. انا بقول لك انا اهو راجل هو ليه ما حسش بيها؟ هو بس ليه ما خدش باله احمد ما حسش بيها وهو بيفهم من الاخر يا اسلام. انا بقول لك انت بتقول المفروض ما عندناش فار وما عندناش الكلام ده. بس يا جماعه انا افرض شفت حاجه بالصدفه مش عارف هي قانونا بقى يعني لا ما فيش حاجه اسمها صدفه يا احمد. لا ما فيش حاجه اسمها صدفه. هقول لك حاجه بس يا احمد اصل هي الكلام ده هتستغرب مكان الكاميرا فين؟ ما هو انا يمكن عشان مش شايف مكان الكاميرا الحقيقه فما اقدرش اقول لك. يا ابو حميد لو الماتش ده مع بيراميدز اللي جاي وحصلت حاجه زي كده المباراه هتقف ولا انت ايه رايك؟ والله لا ما فيش حكم خامس في ماتش بيراميدز. يبقى في كاميرا بقى بره وهنرجع للكاميرا بره. لا ما فيش حكم خامس. وبعدين هقول لحضرتك على حاجه والله العظيم لو حصلت معايا انا ابقى راضي. يا عم احنا قايلين ان هي هاندبول احنا ما قلناش انها مش هاندبول. الاهم نتكلم على التصرف بقى. الاهم من كده ابو حميد يعني عايزين نحييك على اداء الفرقه النهارده الروح صراحه يعني لغايه من اول دقيقه لاخر دقيقه على معدلات اللياقه البدنيه اللي زادت قوي خلال الفتره اللي انت يعني مسكت فيها. اداء جميل في سرعه في الاداء في اهداف بتيجي في حاجة لا كان يعني متحفظة. 1-0 وصل 2-1 بالظبط كده 87 يعني وبعدين 10 دقايق وقت اضافي فيعني يعني بتلعب ماتشات كؤوس يعني. كل ماتشاتك ماتشات كؤوس وبتلعب بره ارضك برضو كمان وخساره وبترجع تعوض يعني حاجه ما شاء الله. كلام يعني كتير عليا يعني ده والله انت مدرب 10 على 10 يعني الحمد لله. والله انا بجتهد وبنشتغل واللعيبه بتتعب معايا جدا والجهاز الفني المعاون اللي معايا يعني عايزين نعمل حاجه السنه دي وعايزين نعاد الدوري في الفرقه في الدوري ممكن. ربنا يكرمك يا ابو انا بس عايز اسالك على حاجه صغيره بس. اتفضل يا كابتن. فسر لي التغيير بتاع اسلام لان شفت هو خارج كده في متضايق شويه. كلنا بنبقى متضايقين. اسلام الفار. لا خالص ده مش على التغيير ده. لا انا ما اقصدش على الخناقه اللي بعد كده اللي شفناها. لا يعني هو كان اداؤه مميز في الـ قبل ما يطلع يعني فنيا هو اقل من نواحي بتاع. انا عندي بالنسبه لي الاطراف انا بشتغل معاه. انا ما بحبش اللعيب اللي 50% يعني ما بحبش اللعيب اللي بيهاجم بس. والفار في الفترات الماتشات السموحه والماتشات اللي قبلها بيأدي 50-50 بيدافع زي ما بيهاجم. وانا قايل لهم من ناحيه التكتيكيه
حتى لو هو مكمل في الهجمه مش هينفع يرجع 60 متر يدافع مع الباك، بيدافع في مناطق نص الملعب بطريقه معينه. فهو الف الموضوع ده، هو كرة معاه هو كويس لكن كرة مش معاه، الف الموضوع ان واحد دفاعي. فانا غيرته لعبت واحد هو قد حوالي 60 دقيقه 65 دقيقه، وغيرته لعبت واحد فريش شويه عشان يأدي له الدور ده. اتمنى لك التوفيق يا ابو حميد ان شاء الله، بس انا عايزك تاكل شويه يا احمد عشان انا حاسس ان انت خاسس جدا مش عارف ليه. الضغط ضغط جامد قوي يا اسلام والله. لا انا بص بقول انت عندك الماتش الجاي امتى؟ الاهلي بقى كمان 20 يوم. طيب يا نجم احنا هتلاعبنا احنا ولا هتلاعب مين؟ الاهلي؟ لا الزمالك. الزمالك؟ طيب يعني انت برضه عندك فرصه اهو بقى الفتره اللي جايه. لان انا شايفك خاسس جدا، ربنا يعينك يعني. اعزمني بقى عزومه حلوه يا اسلام. يا نجم ما انت ده في عزومه سمك لو خدت تعادلت او كسبت ولا يهمك يا ابو حميد. مين اول واحد مرنك في مصر يا ابو حميد؟ ربنا يخليك يا ابني. مين اول واحد مرنك في مصر؟ لا اول واحد اسلام 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 اول واحد مراني كابتن مصطفى يونس وبعد كده كابتن شريف عبد المنعم. ماشي يا كابتن حبيبي يا ابو حميد بشكرك جدا. احمد كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي النجوم. يعني كده سمعنا اطراف. يعني بص الكلام اللي بيقوله الكابتن احمد ده كلام هو وجهه نظره خلي بالك، لكن هو برضو انا كحكم خامس ببقى واقف. لو عندك اي صوره لاي حكم خامس يا سمير بيبقى واقف ازاي؟ ديزيشن ميكر هو اللي بيدي القرار. لا بيدي القرار بس هو واقف بعيد. الشاشه بتاعت الكاميرا صغيره وصغيره قوي ما ينفعش ان انا بالصدفه. طب بالمناسبه احنا كلمنا الكابتن عصام عبد الفتاح قافل التليفون قافل التليفون وكلمنا الكابتن كلمته مين تاني حد كابتن وجيه احمد اعتذر وقال ان هم ممنوعين من الكلام. انا ما اعرفش ليه يعني في ظرف زي ده لازم ظرف زي كبيرة ده مشكله كبيره وتبقى يعني كابتن عصام ده انا لما سالت حشيش قلت له حشيش انت راقبت مباراه هتلاقي كابتن سمير عثمان ممكن يقول لنا وجهه نظره لان انا عايز اعرف الناحيه القانونيه هتبقى ايه. يعني مشكله لو قال ان انا شفت دي مشكله كمان الحكم لو قال انا رحت شفت المنع حتى لو بالصدفه انا يعني رجعت ما ينفعش يقول للحكم الخامس ما ينفعش هو يطلع يقول المبرر طبعا ما ينفعش لا طبعا ما ينفعش لا وبعدين المفروض القرار هو لو كان شايف حاجه من اول الكره ما حصلت كان بلغوا امال السماعات لازمتها ايه. خلينا يعني نقول ان النيه سليمه والتصرف خاطئ. طيب ما هو ده اللي احنا يعني بنتكلم فيه. لا بص يا كابتن احنا دايما بنقول كده ان احنا مع يعني نيه سليمه والتصرف خاطئ. السماعات كمان يا اسلام موجوده عشان ما تفقعش سبرنت لغايه الحكم. بس اقف انا عايز اقف هنا بقى اقف هنا الحكم الخامس في الكره دي. هو قصده احمد بقى ايه اللي شايف مين الحكم الخامس اللي الناحيه الثانيه يا كابتن اللي الناحيه الثانيه اللي هو جنبه بعيد عن الجون خالص جنبه كاميرا هناك في كاميرا هناك في كاميرا جنبه هناك فبص عشان بص فيها او حاجه فعرف انا بس كنت قاصد اوري الناس فين الحكم الخامس يعني استغل التصوير الناحيه دي وبص من الناحيه صعبه جدا. ما هو وجهه نظر الكابتن احمد كان بيقول ان هي برضه هي وجهه نظر مثاليه شويه هو واحد شاف حاجه غلط فقالها معرفش بقى هل دي قانونا هي انت عارف المشكله في ايه؟ انا بقول لك دي هتبقى طيب عرف بعد كده. خلينا ناخد من حد برضه يعني استاذنا في الحاجات دي يعني كابتن سمير عثمان هو اللي قال لنا طبعا حبيبي. هذا الموضوع. كابتن سمير ازيك وحشنا. وانت جدا يا كابتن اسلام كنت حضرتك طيب وحضرتك طيب وسلامي الكابتن شريف وكابتن محمد حشيش حبيبي حبيبي يا منور الفضائيات يا كابتن سمير ياما اتخانقنا يا كابتن سمير في الملعب ها حبيبي وفي الاخر لعبت ماتش اعتزالك طبعا انا ما حبيبي يا كابتن سمير ادينا الخلاصه يا كابتن سمير انا النهارده في حاجه حصلت انا كان معايا من شويه الباشمهندس محمد عادل المشرف العام على كره القدم في نادي المقاولين العرب خلاص المهندس محمد عادل قال لي ان الحكم الخامس فيها لعبه اتلعبت ودخلت جون معرفش حضرتك شفتها ولا لا تمام ودخلت جون اتحسبت جون خلاص تمام فرجع لاعيبه النجوم والمسؤولين في النجوم ده كلام المهندس محمد عادل راحوا للحكم الخامس اللي واقف رجع لايه رجع لايه للحكم الخامس واللاين مان اللي واقف الناحيه الثانيه تمام بيقول ان هم ان هو شايفهم نجوم المسؤولين في فريق النجوم وروهم ان الكره لما وهي بتتعاد في كاميرا للتلفزيون ان هي هدف او ان هي مش هدف مش هدف وبالتالي الحكام دول راحوا قالوا او الحكم الخامس او اللاين مان راح قال للحكم الساحه قال له ان الكره مش هدف فتم الغاء الهدف. هل التصرف ده تصرف بعد كده انا جبت الكابتن احمد سامي من شويه قال لي ان هم شافوها صدفه في الكاميرا تمام فهل
مين يعني اللي شايفها صدفه؟ الحكم المساعد والحكم الخامس اللي هم الناحيه الثانيه من 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 حارس مرمى النجوم اللي دخل فيه الهدف. فهم دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه التصرف القانوني بالنسبه لهذا الموضوع. ايه اللي يحصل؟ بص بدايه يعني حضرتك سالت الاستاذ المهندس محمد عادل وكابتن احمد ثاني. نعم. انا كنت بكلم الحكام نفسهم. تمام كويس جدا. هو اول حاجه حاولنا والله بس هم قالوا لنا ممنوعين من الكلام. مش هم ممنوعين مع الاعلام. مع الاعلام اه بالظبط. اه انا مبدئيا يا كابتن ان حكم المباراه ممكن طبقا للقانون انه يرجع في القرار ما لم يتم استئناف اللعب. تمام. تمام؟ يعني ممكن الحكم ياخذ اي قرار ويرجع فيه ما لم يتم استئناف اللعب. واللي حصل النهارده تمام؟ النهارده في كوره تم احراز منها هدف. الحكم الرئيسي محمد الحنفي كسب الهدف تمام؟ وبعد كده انا في اعتراض شديد جدا من لعيبه فريق نجوم المستقبل. نعم. فراح للحكم اللي هو الاضافي الاولاني احمد جمال. فيعني في حوار صار بينهم واكدوا له ده ايه هدف سليم تمام؟ تمام. وبعد كده زي ما احنا اتفرجنا برضه في اعتراض راح تاني برضه اكدوا ان هدف سليم. وفي الوقت ده كان الحكم المساعد الجريء عمر فتحي اللي هو من منطقه الاسكندريه اللي هو حكم ده شاب لسه طالع كلم محمد الحنفي وقال له لا يا محمد تعالى انا عاوزك. فقال له في ايه؟ قال له انا شايفها بزاويه كويسه جدا من عندي ان لا في دي فيها لعبه لمسه يد اثناء لعب الكره بالايد. نعم. يعني هو بيلعبها بايده مش بدماغه. تمام. تمام. طب وبناء على ذلك فمحمد قال له انت متاكد؟ قال له انا متاكد تماما 100%. تمام. تمام. وبناء على ذلك بعد مداولات كثيره ومحمد الحنفي اتاكد من النقطه دي بالغاء الهدف. تمام. طب ايه التصرف القانوني؟ التصرف القانوني اللي حصل النهارده تصرف قانوني 10 على 10 سليم ما فيهوش اي مشكله خالص. تمام. لان النهايه من النهايه كابتن اسلام احنا نوصل للعداله. تمام؟ تمام. حتى لو اتاخرت. انت كل ماتش هتروح لل كابتن سمير؟ لا ماتش كده خليه يكمل بس وبعد كده نساله. اتفضل يا كابتن سمير اتفضل. اه لو حكم تاني كان ممكن لا صمم على قراره ولا خلاص يا جماعه انا متاكد منها. انما طبعا ده طائف حكام كلهم بيديروا المباراه مع بعض. نعم. من ثلاث حكام وحكمين اضافيين وحكم الرابع. تمام. تمام. وهو هنا قال له لا الكره ملعوبه بالايد بالرغم ان في وقت وفي تداولات كثيره حصلت قام بالغاء الهدف. طيب القصه بتاعت كثيره بقى القصه بتاعت الفيديو اللي هو المهندس محمد عادل هو بيقول ان هو يعني متصوره فيديو الكلام ده متصور فيديو ان المسؤولين فيديو من ناحيه ايه؟ ما انا هقول لحضرتك ان المسؤولين في النجوم في نادي النجوم وروا الحكم الرابع اللي هو انا اسف اللاين مان اللي هو عمر فتحي وروها له على المونيتور بتاع الكاميرا بتاعه التلفزيون. وهل يعقل يا كابتن اسلام ان الحكم المساعد يطلع بره الملعب يشوفها للمونيتور؟ انا حضرتك انا هنا بسال ما بقولش يعقل او لا لا تمام لا انا سالت انا يعني انا سالت محمد في النقطه دي قال انتوا شفتوها فيديو حاجه قال لي الكلام ده ما حصلش ومحدش خرج من ارض الملعب خالص. طب يا كابتن احمد سامي قال ان كابتن احمد سامي المدير الفني للنجوم قال ان هم شافوها صدفه في الكاميرا بتاعه اللي هي واقفه الجنب بتاعهم. يعني كابتن احمد سامي اكد هذا الكلام يعني ولا لا قال ان اللاين مان والحكم الخامس شافوها في الفيديو. لا بس بص يا كابتن انت بص يا كابتن اسلام الكاميرا بتبقى بره هو ممكن الحكم الرابع يبص عليها انما الحكم المساعد يمكن يبص عليها طبعا بس اللي انا متاكد منه النهارده القرار جه من عمر فتحي الحكم المساعد ولا الحكم الرابع ولا الحكم الاضافي. لا هو انت عارف الناس يعني بتتكلم في ايه؟ يعني هو الكابتن حشيش بيتكلم في ايه والكابتن شريف واحنا كلنا بنتكلم في ايه؟ بغض النظر عن الجون جون ولا مش جون ولا هدف ولا مش هدف هاند بول ولا مش هاند بول هي القصه كلها ان لو حد راح بص على الفيديو او لاين مان البعيد راح بص على الفيديو ان الكره وبعدين يرجع يغير للحكم رايه اعتقد ان ده هيبقى عرف متبع بقى خلال الفتره اللي جايه. دي تبقى مخالفه دي يا كابتن سمير بتهيألي ما ينفعش. بص احنا يعني حتى هذه اللحظه الدوري المصري ما استخدمش تقنيه الفي ار تمام؟ ودي تبع برضو جزء من الفي ار اللي هو فيديو اسيستنت ريفري دي برضو هي جزء من تبعها بس هو طبعا ده
ما حصلش النهارده وما كانش ينفع يعني. حتى برضو في تعليمات ما ينفعش انت تقدر تطلع على التبوس ولا الحكم الرابع يبص على الاعاده مخالفه. دي ممنوعه طبعا ممنوعه لان انت لسه النظام المسابقه بتاع الدوري المصري لسه ما اتطبقتش. طب انا ممكن اسال سؤال المباراه النهارده ممكن تتعمل بعد كده في كل المباريات كابتن. معلش سؤال افتراضي لو كان ده حصل ايه المتبع في مثل هذه الامور؟ يعني ايه اللي حصل؟ بلاش ماتش النجوم والمقاولين، لو حكم مساعد راح بص على اي حكم مساعد في ماتش ليفربول وعدل القرار مثلا، يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ هل بيتم تعديل القرار بالفعل؟ هل ده يبقى قانوني ولا مش قانوني؟ خصوصا ان احنا ما عندناش تقنيه فيديو او تقنيه الفار يعني. او تقنيه يعني. بص يا كابتن، هو طبعا ده لو حصل في الدوري المصري مش هيبقى صح، ده مش هيبقى صح تمام. انت خلاص لازم تطبقها في كل المباريات لان دي حاله شاذه اتعملت في مباراه معينه. تمام كابتن. اللي حصل النهارده يا كابتن اسلام يختلف تماما، يعني دي كلها اجتهادات تلعب حضرتك بتؤكد والحكم الرابع قال للحكم المساعد وبلغ الحكم لا ده ما حصلش. كابتن حضرتك بتؤكد ان الكابتن عمر فتحي اللي هو اللاين مان اللي كان قريب او اللي كان بعيد انا اسف عن الهدف شافها شافها بزاويه من مكان ما هو واقف. هو صاحب القرار فيها، هو صاحب القرار فيها ومتاكد منها جدا. كابتن سمير، كابتن شريف هيسالك على حاجه. كابتن حضرتك لو حكم في الساحة والحكم الرابع شافها في التلفزيون بالصدفة، يعني هو واقف كده بص ماوي لدماغه وشافها، من حقه انه يقولك الكرة دي ضربة لمسة يد؟ لو انا حكم ووافق من الحكم شرعا انه هو يبلغك ولا ما يقدرش يبلغك؟ كاب سمير المفروض يبلغك شرعا. هو بيقول لك المفروض يبلغك اهو شرعا وقانونا انه يبلغك ولا مش من حقه؟ هو قانونا لو في فيديو، هو لو في الفار شغال، بس احنا في الاخر يا كابتن شريف احنا عاوزين العداله. كاب سمير نعم، شرعا الراجل ده يبلغك الحكم الرابع ولا ما يقدرش يبلغك؟ لا هو المفروض يبلغك قانونا يبلغك. هو قانونا هو واقف في نص الملعب، هو واقف في نص الملعب يا فندم جنب الكاميرات هناك وكلام، وشاف حاجه في الشارع هنا في التحكيم. انا ما يفرقش معايا، انت عارف الرابع بص يا كابتن، المراقب الماتش او الحكم الرابع على فكره ولا يبص على المنظر. طيب احنا كده يا كابتن سمير فهمنا وجهه نظر حضرتك، انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سمير على وجودك معانا وعلى هذه الامور، لانه احنا لا بس انا هرد على دي. اتفضل. انا عايز اسالني انت، انا بسالك انت عشان كده سالتك. انا عايز اقول لك انت راقبت مباريات قبل كده؟ انا عايز اقول لك لو انت شفتها هتبلغ محمد حنفي؟ انا هبلغه، هتبقى بصفه وديه بيني وبينه، بس ما فيش حاجه اسمها رسمي. رسمي تبقى قرار غلط. وفي ساعتها ما ينفعش تبقى، وفي ساعتها هتبلغه؟ طبعا. في ساعتها في جدل وفي الناس وقفت وفي واخد الا لو جالك، مش انت اللي هتروح له وشايف ان الحكم بتاعي، مش انت اللي هتروح له هو طبعًا. لو جاي لا طبعا لو طبعًا. لا طبعا ما ينفعش اصلا ما ينفعش انت تروح له. عارف ليه؟ لو تنده له، لان ده مش هيبقى مبدا. هو احنا بنعمل ليه كده؟ ما عشان ما يبقاش المبدا ده طبعًا. احنا كده فهمنا كل كده، هنروح خلاص احنا، لان احنا عندنا ماتش تاني عايزين نتكلم عنه. خلينا نروح بقى لماتش بيراميدز وطلائع الجيش وفوز نادي بيراميدز بثلاثيه مقابل هدف وحيد يا كابتن شريف. الحقيقه مباراه برده مثل المباراه اللي فاتت اللي هي كانت بين مقاولين ونجوم مصر، بس هنا بقى اخطاء حراس المرمى بتكلف الفرق خطا. الراجل كمان راح واخد الكره وحاططها له رددها له بعد الخطا، بقى بيعاقبه يعني ومعاقبه لذيذه قوي، معاقبه جول حلو قوي، جعل لعيبه بيراميدز انهم ياكلوا النجيله بقى بعد كده. الى ان ضربه ثابته واحرز منها احمد ايمن منصور هدف جميل جدا من ضربه ثابته، وراح طاير بدماغه وحاططها ودخل بيراميد للمباراه تاني. يرجع ويفاجئنا نجم المباراه المتحرك اللي هو انا بقوله حسام حسن، ده ما يخرجش من الملعب بتاع بيراميدز الحقيقه، مهما كانت كثره النجوم عندك، انما هو ده اللي هو مين؟ مجدي قفشه. مجدي قفشه لعيب اثبت النهارده وفي اي وقت بيلعبوا، حتى لو لعب دقيقتين ممكن يهدد وممكن يبقى ميزان حراره بتاعت الفرقه كلها، جنب كينو طبعا وجنب عبد الله السعيد وجنب جون ستيفنز وتراوري، عنده لعيبه كتيره قوي. انما لما الثقه العاليه بتتوجد في الملعب يا كابتن اسلام،
بيدفعوا غرامه كبيره، بيخش فيهم اهداف، ولطالما من اول السنه دايما بيخش فيهم اول هدف، حتى في مباراه الاهلي احنا برضو كان لنا سبق التهديف. ف رجعوا المباراه تاني ومجدي قفشه راح باعت كوره بيمينه صاروخيه في مقص الجول، خلى طلائع الجيش وقفت. تعرف لما تجيب فيها جول ويحصل لي سكته، يعني الجول ده عمل لنا كلنا سكته خلاص. حتى بقى لقينا كينو بقى عفريت تاني رجع قعد بقى ياخد من يمين ومن الشمال ويعمل عرضيات وفرص بتضيع وحاجه، وانتهت بضربه ثابته برضو من مجدي قفشه بيتكلم مع عبد الله السعيد عليها ان هو يجري له على الزاويه القريبه، ونفس الكوره دي برضو بس بدل ما تخش دايركت من عبد الله السعيد خبطت في كتف الديفندر وراحت محوله زي الطلقه كده من فوق ايد الحارس المرمى خادعه يعني صحيح. وكسب بيراميدز 3-1 مع فرصه راحت في اخر الماتش من الطلايع الحقيقه ما تروحش وجت في العارضه، حتى كل اللي بيتفرجوا من بيراميدز خدوا نفسهم منهم احمد حسن. تمام كابتن حشيش، شفت المباراه دي ملخص ليها يعني قدرات الكبيره والامكانيات اللعيبه العاليه والخبرات كسبت وده كان وضع طبيعي وكان نتيجه متوقعه بالنسبه للقاء ده. فرقه طلائع الجيش في البدايه يعني حاول التجاري فرقه بيراميدز وتبذل مجهود وتضغط عليهم، وكانوا تقريبا ممكن نقول ان هم كانوا شبه ند ليهم في الشوط الاولاني. الشوط الثاني طبعا تسيد كامل، كوره وثقه ومهارات وكل حاجه اتعملت، لعيبه اصحاب خبرات عاليه جدا بتلاعب لعيبه طبعا يعني الامكانيات محدوده، فكان وضع طبيعي. احسن ما في المباراه هو الهدفين، الهدف طبعا بتاع اسلام جمال والسرعه سرعه البديهه ان هو قطعها وحطها على طول يعني لمسه ولعبه من فوق الحارس قبل ما يرجع طبعا الحارس لمرماه. تاني هدف طبعا بتاع مجدي قفشه اتلعبت حلو من عبد الله سعيد لمسه واحده هو يا دوبك وقفها وشاطها، هم احلى يعني كورتين، بس ده وضع طبيعي لل زي ما بقول لك للفرقتين. فرقه بيراميدز طبعا متمسكه بالمكسب عشان تفضل تلاحق نادي الزمالك عشان الصداره. طلائع الجيش طبعا يعني بيحاول ان هو ترتيبه طبعا السابع، بيحاول ان هو يحسن موقعه في الجدول، انما ماتش يعني عادي. وحسام حسن كسب النهارده لعيب عمر جابر. تمام بالظبط رجع عمر جابر. طيب معلش عشان معانا الحاج عامر حسين برضو رئيس لجنه المسابقات في اتحاد كره القدم، نعرف منه رايه فيما حدث. واضح ان هو كان متابعنا يعني. حاج عامر ازي حضرتك؟ يا كابتن اسلام ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ كابتن حشيش حاج عامر منور الدنيا. حاج عامر اسفين لازعاجك. انتوا منورين والله، انت بردان يا حاج عامر ولا ايه؟ لا عندك شويه برد شكلك، صوتك باين. انا بقالي 5 ايام الحقيقه. ربنا يديك الله يكون في عونك يا حاج عامر، انت اكيد وانت قاعد مخك بيشتغل على كمان الامم الافريقيه اللي جاتها تعطل لك الدنيا كمان دي. لا ما احنا بدات تشتغل اشتغلت خلاص. في لجنه جت اول امبارح خلاص بقى يوم 14 يونيو يا حاج ولا 15؟ 14 خلاص. 14 خلاص ها؟ ان شاء الله تبقى 14، بس برضه لسه في كلام يعني مش اكيد. ان شاء الله لسه مش اكيد. طيب يعني الميعاد النهائي لسه ما اتحددش بشكل نهائي، والكابتن هاني كده لسه بيدرس الموضوع. علشان موضوع رمضان والعيد بعدها على طول، جمعه وسبت. لسه الامور فيها كلام يعني. هو بيني وبينك لو يوم جمعه يبقى افضل يا حاج عامر من يوم سبت، بيني وبينك برضه. اصل عارف حضرتك كابتن هشام 14 ده كمان يعني ده بعد العيد على طول. واللعيبه طالعه من نظام معين في الاكل. لسه في محاولات ان هي يمكن تتاخر شويه. لسه القرار النهائي لسه ما اتخذش. تتاخر شويه بعد يوم 15 تقصد يعني؟ ممكن بس لسه في الكلام النهائي لسه ما اتخذش. اصل خد بالك صحيح هتلاقي منتخب مصر ومنتخب تونس منتخب طبعًا. الجزائر منتخب كل المغرب كل المنتخبات العربيه حتى معظم الافارقه هيبقوا صايمين وعايشين نفس النظام برضه، فممكن تكون في موافقه جماعيه. اعتقد ان ده ممكن يبقى في موافقه جماعيه برضه يا حاج عامر. هو الكابتن هاني الحقيقه هو اللي معاه الموضوع دوت. وطبعا دي لازم بيبقى في اتصالات مع الاتحاد الافريقي وبيبقى في مناقشه فيها. في الاخر بيبلغونا بالقرار. نعم. انما اقدر اقول ان القرار النهائي بتاع التحديد اليوم بالظبط لسه ما اتخذش. لسه لم يتخذ حتى الان. طيب حاج عامر حضرتك كنت عايز تتكلم على قصه ما حدث اليوم في مباراه النجوم والمقاولون العرب. انا كلمت حضرتك عشان الموضوع مهم جدا. اتفضل يا فندم. عشان الكابتن حشيش ما ردش بشكل قاطع على الكابتن شريف. على قال له لو انت مراقب هتبلغ الحكم
فكابتن حشيش قال له بصفه وديه مش مراقب حكم لا 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 حكم رابع لا حكم 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 رابع حكم يا حاج عامر مش كمراقب حكم رابع بيسالني كحكم مش كمراقب لا كمراقب احنا مش من حقنا طبعا لا طبعا مش من حقنا مش من حقنا كمراقب قال لي كمراقب مش هبلغ لا كمراقب مش هبلغ انما هو بيسالني لو انا حكم لو انا حكم او الحكم اللي ورا الجون الناحيه الثانيه شافها بالصدفه في كاميرات التلفزيون. طب انت ايه رايك يا حاج عامر في القصه دي؟ لا المفروض في لوائح ولجنه الحكام محدده للحكام المهام بتاعتها. وانا طبعا لو الحكم المساعد اللي هو عمر فتحي كان هو فعلا اللي شافها ده حكم من الأسوأ الحكام المساعدين اللي موجودين عندنا في مصر وفي اسكندريه ومشهود ليه بالكفاءه وهو جريء جدا. فلو شافها فعلا طبعا ما فيش غلط ان هو يشوفها لان ممكن ان المساعد ده من الناحيه ديت يشوف زاويه غير الناحيه الثانيه. هي القصه مش هو شافها هو ممكن يكون مغطى عليه. هي القصه مش ان هو شافها حاجه انما هنا ممكن يشوفها حاج عامر. هي القصه مش ان هو طبعا المونيتور والحاجات دي كاميرا لا هنخش في مشاكل كتيره جدا. صحيح ايوه صح مظبوط. هو ده اللي احنا بنتكلم عملت مشاكل ويمكن احنا نبهنا على التلفزيون والناس المسؤوله عن الكاميرات ان هي ما تجيبش حد من المسؤولين بتوع الانديه ويفرغوهم الكلام دوت. نعم اللي غلطه كبيره من اصحاب الكاميرات او اللي ماسكين الكاميرات طبعا ويمكن فرصه ان احنا نقول برضو ان الكلام دوت لازم يتتبع عليهم من التلفزيون المصري ان الكلام ده غلط لان كابتن اسلام ده قانونا الشاشه اللي في الملعب الحكم بيمنع والقانون بيمنع ان هو يعيد اللقطات اللي هي ضربات الجزاء او كل حاجه فيها شك التسللات ما بتعيدش اللقطات ديت. مظبوط باب اولى. كان بيتكلم في كده كابتن حشيش. الشاشه بتتمنع قانونا ان احنا ما نلعبهاش المونيتور والكاميرات المحموله اللي هي مع التلفزيون المصري اللي بينقل المباراه. الكلام ده غلط طبعا. صح صحيح. طيب بيبقى كده احنا عرفنا كل الجوانب. اشكرك جدا يا حاج عامر على هذا الموضوع. حاج عامر معلش حاج عامر معانا والنبي في حته كده في الموضوع لان احنا ما حدث في مباراه الاسماعيلي امس هل سيؤثر على استضافه اسماعيليه لمجموعه من المجموعات ولا لا؟ ولا ده يتوقف على القرار اللي هيطلع من الاتحاد الافريقي. لان الموضوع طبعا ما دام بيتدرس الاتحاد الافريقي وفي لجان بتيجي دلوقتي بتفتش على الملاعب. يمكن اللجنه اللي جايه جايه يوم الثلاثاء اسكندريه تقريبا. ثلاثة اللجان ديت طبعا لما هي تاخد القرار في المباراه اكيد هيبقى الموضوع ده مجال مناقشه. ان حضرتك عارف يا كابتن اسلام ان بيحصل في ملعب حاجه في العالم كله مش اتحاد افريقي بس. بيقعدوا بيشوفوا الملعب دوت هل ده امن هل ده صالح. طب ممكن اسال بس السؤال هنا يا حاج عامر عقوبه شكلها ايه؟ هل هنا الاتحاد الافريقي هو اللي بيقرر؟ يعني لو اتحاد كره القدم بعت قال ان عندي ست مجموعات واحده منهم اسماعيليه هل اتحاد كره اتحاد الكاف الاتحاد الافريقي هل من الممكن ان يقرر استبعاد اسماعيليه ولا خلاص طالما الاتحاد المحلي ممكن 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 يستبعد يعني. اي ملعب طبعا. عشان كده لجان التفتيش بتيجي يا كابتن اسلام ان في ملاعب لا اللي انا اقصده يا حاج عامر ان ملعب اسماعيليه لعب قبل كده فيه اتلعب قبل كده فيه كاس امم واتلعب فيه كاس عالم يعني ده اللي انا اقصده ان ملعب اسماعيليه من ناحيه كل الامور هو ملعب مهيئ لاستضافه سواء تدريب سواء مباراه القعده في اسماعيليه كويسه فانا اقصد ان هل امبارح تحديدا ممكن يؤثر بشكل سلبي على استضافه اسماعيليه لمجموعه من انا بتكلم بشكل عام يا كابتن اسلام هو من كل الملاعب اللي احنا رشحناها ان هو يجي يلغي اي ملعب اسماعيليه هيكمل ملعب بديل يعني الاتحاد الافريقي اللي جنب بتاعته بيبعتها ديت بيبعت واحد مسؤول امني بيبعت واحد على ارضيه الملعب بيبعت واحد لغرف الملابس يعني بيبقى في لجنه كامله في كل النواحي وواحد من مجموعه من الاقامه تشوف فنادق الاقامه والمسافات اللي بينها وبين الملاعب والاتحاد الافريقي اللي يقرر بتاعهم بالظبط لو شافوا اي ملعب هم شايفين ما فيش الامكانيات او مش صالح من اي ناحيه من النواحي ديت بيطلب من الدوله المنظمه ان هو يغير الملعب. تمام ترجع للاتحاد الافريقي طبعا. تمام يا حاج عامر اتفضل يا بخت مجموعه اسكندريه بيك اخبار التجهيزات ايه؟ اخبار التجهيزات ايه بيقول لك كابتن حشيشه يا كابتن عامر؟ لا احنا الحمد لله يمكن في بالنسبه لنا احنا الامور كلها الحمد لله في استاد اسكندريه لسه متكلف 40 مليون جنيه نعم من سنتين واشتغل عليه البطوله العربيه
وكل التجهيزات والمقصورة وغرف الملابس وأرضية الملعب على أعلى مستوى. مفيش مشكلة خالص في استاد اسكندرية. كنت احنا حاطين ملعب بديل برضه اللجنة هتيجي تشوفه مع حرس الحدود. حرس الحدود احنا لعبنا عليه في 2006 وكان الإسلام عارفه كويس جدا. نعم. أحلى الأرضيات اللي موجودة. كانت أحسن مجموعة في التنظيم 2006 اسكندرية. الحمد لله وكان الملعب مليان على طول. طبعا طبعا. احنا عندنا الملعبين دولت جاهزين. استاد حرس الحدود يمكن كان تم يعني اهمل شويه بعد ما هبطوا درجه ثانيه. انما الموسم دوت عاملينه على اعلى مستوى الحقيقه ويتوضب تمام وغرف الملابس بتاعت جاهزه. عندنا ملعبين في اسكندريه الحمد لله وفنادق الاقامه طبعا معروفه كلها للناس كلها. والمواصلات عندنا سهله ملاعب التدريب. وملاعب التدريب بالتالي متوفره كمان. عندنا نادي سموحه عند الملعب بتاع فرع كبير على اعلى مستوى. نادي الاتحاد الفرع الجديد عنده ملعب نجيل طبيعي على اعلى مستوى بتاع الفريق الاول. نعم. عندنا ملعب برج العرب الفرعيه، عندنا ملعب في الفنادق. لا اسكندريه ان شاء الله مش هيبقى فيها. لا مفيش خوف على اسكندريه. مفيش خوف على اسكندريه حاجه. جاهزه من كل حاجه. تمام. ولسه عاملين البطوله العربيه الصيف اللي فات. كانت برضه كانت على مستوى عالي. ما عندناش مشاكل يعني الحمد لله في اسكندريه. نتمنى لكم يا رب كل التوفيق وان شاء الله نعمل حلقه على اسكندريه بقى والتنظيف في اسكندريه. انا بشكرك جدا يا حاج عامر على وجودك معانا وعلى متابعتك دائمه لما يحدث، وبرضه ان احنا نعرف وجهه نظر الحاج عامر ده مهم جدا بالنسبه لي. هو فاكر ان انا يعني ما رضيتش على كابتن شريف. لا كويس الحاج عامر برضه قال لنا حاجه خبر برضه هيتاخد كمراقب مش كحكم. مراقب طبعا ممنوع هيتاخد على لساننا ان من الممكن جدا ان يتم تاجيل طبعا. انا بفجر قضايا جامده طبعا طبعا عشان اعدي اليوم كده يا كابتن اسلام. الزمالك كسب طنجه 3-1. مين؟ الزمالك كسب طنجة 3-1. يعني الزمالك كسب طنجة. مبروك عايزين نبارك انه عدى الدور ده ووصل لدوري المجموعات. وان شاء الله يبقى النادي الثاني اللي ياخد البطولة الكونفدرالية ان شاء الله. يعني. يا ريت ان شاء الله. يبقى النادي الثاني على طول بعد النادي الاهلي اللي ياخد البطولة الكونفدرالية. مش واخد بالي ان شاء الله يكمل ويبقى ليه وجود كمصري. النهارده يعني. كان عنده طبعا. مشكلة في الماتش، كان عنده مشكلة في البلاد كبيرة. كان نازل ثقة كانت زايدة شوية، ما كانش مدي حق للفرقه الثانيه كويس في البدايه. كان ممكن يتخطفوا في الاول انما لحقوا نفسهم بعد كده، ومع طبعا مع الجمهور وكده قدروا يعني يعملوا المكسب ده ويعدوا الدور ده، ويعني مبارك لهم يعني. تمام. عموما دي كانت حلقتنا النهارده. انا بشكرك جدا يا كابتن حسين. بشكرك جدا يا كابتن شريف. لا احنا عدينا الوقت. عدينا وعمالين صرخوا في وداني بقالهم نص ساعه. يا نهار ابيض. احنا ما بنشبعش منك يا كابتن اسلام. احنا عندنا قضايا كتير قوي عايزين نفتحها. انا بشكرك جدا يا كابتن شريف. بشكرك يا كابتن حشيش. بشكركم اعزائي المشاهدين وان شاء الله نلتقي وحلقه جديده من ملعب الاهلي.